شكرا سيد الرئيس. السلام عليكم. غادي نحاول نعطيكم واحد بعض الاشارات على داك العرض اللي كنت درت امام هذه اللجنه الموقره فيما يخص الدعم، عمليه الدعم الاستثنائي. فيه بزاف المعلومات اللي غادي تفيدنا في هذا النقاش ديال الميزانيه ديال الوزاره. وبغيت نشكركم على هذه الشراكه اللي عندنا بين الوزاره وهذه اللجنه. احنا الحمد لله صدقنا على هذا المشروع اللي غادي يكون واحد غتكون عنده واحد الاهميه قصوى في الاستكمال ديال المنظومه الثقافيه في بلادنا. تكلمنا على الوزاره، تكلمنا على اكاديميه المملكه اللي هي مؤسسه سياديه، وغادي نتكلموا ان شاء الله على المؤسسه الوطنيه للمتاحف ان شاء الله، اللي هي مبرمجه في هذا المجلس الحكومي القادم في نهار الخميس. اذا كنت بغيت نرجع لبعض المعطيات اللي كنت شاركتها معكم في اللجنه فيما يخص الدعم الاستثنائي. مشينا من هذه الاحصائيات ديال الاش سي بي اللي كتقول بان النفقات كل مغربي في كل سنه في الميدان الثقافي ما كتفوقش 400 درهم. هاد 400 درهم كتجعل من السوق الثقافي الطلب والعرض ما كاينش هذاك التوازن، كاين فشل ديال السوق الثقافي اللي كيجعل الدوله كيخصها تدخل باش تعاود تساهم في اعاده التوازن ما بين الطلب والعرض. وهادو هما اسباب النزول ديال هذه العمليه ديال الدعم اللي كدير كل سنه. من 2014 كانت قبل كاع في 2008. هاد المنحنى كيوريكم بان التجوال او الحركيه اللي كاينه في الوسط الحضاري في المغرب مازال ما رجعتش للمستوى اللي كانت فيه قبل الحجر الصحي، وهذا اختلافا مع بعض الدول او العواصم الاوروبيه كباريس برلين الى اخره، اللي هما رجعوا لذاك المستوى اللي كانوا فيه قبل وكاع اكثر، كاع فاتوا. حنا مازال ما رجعناش للمستوى اللي كان. اذا كاين مازال واحد الضرر اللي كيعيشوا القطاع الثقافي في بلادنا والفنانه الى اخره. هذا الجدول كيوريكم بان هادو معطيات ديال السي جي ام كتوري بان القطاع الثقافي ثالث قطاع اكثر تضررا من الجائحه في المغرب. قطاع صغير ولكن ثالث اكثر تضررا. اذا كيخصو واحد العنايه خاصه. و في شهر مارس المعطيات كانت كتفيد بان كاين واحد الانخفاض ديال 60% ديال رقم المعاملات ديال قطاع الثقافه، وخاصه من مارس اليوم 2 المليار ديال الدرهم اللي ما بقاتش في رقم المعاملات. هادشي اللي كيجعلنا كيخصو واحد اللي كيجعلوه غادي يضرر اكثر من الصيف. هذاك الصيف ديك لاسيزون يعيشوا بها السنه كامله. نشرت الوزاره واحد الدليل الثقافيين. وكاين ايضا هذا كاين وهذا التخوف راه كاين في هذا القطاع الثقافي، غادي خصنا نتلائم مع هذه التطورات اللي كتجي من المستهلك وكتجي من التطور التكنولوجي حتى هو اللي كيدي واحد العدد الامور. مثلا الناس كيمشيو لنتفليكس ما بقاوش كيمشيو لقاعات السينما الى اخره. وكاين ايضا ازمه في قطاعات مجاوره اللي هي مهمه جدا، هي كتكون دونور دور دونك اوامر سميتو دونور دور حصلنا فيها ديك المره امير لا امير ماشي الكليان. المهم هما كليان كيعطيو الطلبيات فوالا كيعطيو الطلبيات لهذا القطاع الثقافي والفني. والمشكل ان هذه القطاعات اللي كانت من بين لي كليون لي بلوز امبورطون ديال القطاع الثقافي حتى هي في ازمه. كنعني قطاع السياحة اللي كيخدم واحد العدد الناس، وخاصة في هذيك الموسمية اللي عاد تكلمنا فيها. كاين القطاع ديال الرعاية الثقافية لو ميسينا كولتوريل، هادو كاع المقاولات المغربية اللي كانوا كيديروا قبل كورونا كانوا كيجنيو أرباح، وكيخصوا واحد الجزء من هاد الأرباح للرعاية الثقافية كيمولوا فنانة أو جمعيات إلى آخره. هادو تا هما بما أن كاينة أزمة اقتصادية ما بقاوش الأرباح،
بما ما بقاوش الارباح صعيب جدا اننا نلقاو مازال شي مقاوله مازال غاديه في هذا الاتجاه ديال الرعايه الثقافيه او الميسينا كولتوريل. اذا هذه الامور اللي كتجهل من هذا القطاع متضرر. اللي هو مهم نفهموه فيما يخص الميزانيه والامور الماليه هي ان النموذج او المنظومه ديال الموارد الماليه ديال قطاع الثقافه فيها شقين. كاين الشق اللي غادي نتكلموا عليه اليوم هو ديال الميزانيه، الشق اللي كيجي من الميزانيه ديال الدوله، وكاين الشق الثاني اللي كيجينا من بعض الموارد الماليه ديال اللي خاصه بالوزاره. وهنا كنتكلم على الفناك، لو فون ناسيونال دو لاكسيون كولتوريل. هذا الصندوق اللي هو كونت دافكتاسيون سبيسيال دو تريزور، هذا الصندوق كيدخلوا ليه 99% ديال الموارد الماليه ديالو كتجي من ديك التذاكر اللي كنبيعوها في لي فيزيت دي سيت دو باتريمون، دوك القبور السعديين، مواقع التراث الاثريه، مواقع الاثريه، قصر باهيه، قصر البديع، وليلي، ليكسوس الى اخره. هادو كاملين اللي كيدخل ليه السائح او المستهلك المغربي او المواطن كيخلص واحد التذكره من 10 حتى 70 درهم. هاد 10 حتى 70 درهم هي اللي كتدخل لينا في الصندوق واللي كنمولوا به واحد العدد ديال 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 لي زوبيراسيون ديال الوزاره. المشكل ان هاد لي سيت دو باتريمون تغلقوا في شهر مارس مع الحجر الصحي، والى يومنا هذا مازال مغلوقين. اذا الموارد الماليه ديال هاد الصندوق بقات في 33 مليون ديال الدرهم في شهر مارس، بما ان الى قارنا مع العام الفايت كنا في 41 مليون ديال الدرهم في شهر مارس 2019. شهر غشت كنا في 102 مليون ديال الدرهم. اخر اواخر سنه 2019 وصلنا ل 170 مليون ديال الدرهم. اذا اليوم حنا مازال في 33 مليون ديال الدرهم، اذا كاين خصاص ديال تقريبا 140 مليون ديال الدرهم اللي كانت غادي تطيح لينا في هذا الصندوق ونخدموا بها ونفيو بالالتزامات ديال الوزاره مع الشركاء ديالها، لي كوليكتيفيتي تيريتوريال الى اخره، الشركاء الاجانب الى اخره. هاد 140 مليون ديال الدرهم هي اللي حاولنا نشوفوا شي حل. هنا فين جات اول مره، كما قلتها لكم ديك النهار، هنا فين جات اول مره الفكره باش نسميو هاد الدعم دعم استثنائي، حيت في الاول اللي كنطرح هو الغاء هاد العمليه ديال الدعم. والحمد لله كان التجاوب مع وزاره الماليه اللي داروا واحد المجهود باش يعوضوا لنا هاد الخصائص ديال الصندوق بواحد المبلغ مالي اللي يجي من ميزانيه الدوله اللي غادي يمشي ديريكتومون للصندوق. اذا هذه اول مره فين خممنا نقولوا هذه عمليه دعم استثنائي، حيت من حيث المصدر ديال التمويل ديالها اللي هو اللي هي الميزانيه ديال الدوله. ولكن هذه نقطه مهمه جدا حيت غنرجع لها من بعد، خاصه في المشاريع ديال 2021، باش نقول لكم واحد القضيه. انا الفكره هي ان هذيك المستهلك او المواطن او السائح باش نقولوا ليه يخلص اكثر من ديك 10 حتى 70 درهم، ما يمكنش لينا نرفعوا عليه الثمن وتبقى الخدمه هي كيخصنا نزيدوا شي حاجه في ديك الخدمه وفي ديك المواقع الاثريه باش هو يولي باغي يخلص 200 درهم 300 درهم. السائح راه يمكن يمشي بعيد، ولكن خص ديك القيمه المضافه في هذيك المواقع الاثريه حتى حنا نديروا واحد الخدمه ونخدموا في هذا الاتجاه. غادي نرجع لهذ المساله. الاهميه ديال العمليه الدعم، 70% ديال كاع المسرحيات اللي كاينين في المغرب راه كيكونوا مدعمه من في هذه العمليه. داك الى ما كانش هذا الدعم الى تلغى ما يبقاش عندنا مسرح في هذا المغرب. وكتعرفوا بان بهذا البعد الحضاري وال هادشي كامل الى ما كانش المستقبل، ما كانش مستحب في هذا القطاع. المبلغ ديال الدعم اللي دار هذا العام ما فقناش لو ريكورد 14 مليون درهم في الموسيقى. العدد المستفيدين في هذه العمليه، وكاين العدد من 15 حتى 20 واحد، كاين الجهات ديال التراب. هذا العدد ديال المستفيدين من هذه العمليه ديال الدعم تضاعف ثلاثه المرات، وصلنا لاكثر من 4000 مستفيد.
وهذا هو المجهود اللي دار في هذا السياق الخاص ديال الجائحه. غادي نمشي شويه دغيا باش ما نطولش عليكم. العدد ديال المستفيدين او حاملي المشاريع، اذا سمحتي السيد الوزير قرب عندي شي شويه باش السيد الكاتب العام. نعم باش التباعد. باش نخلي شويه التباعد. السيد الكاتب العام التحق. سي تيمي التحق بين السيد الكاتب العام. السيد الكاتب العام اجي وجيب لك زيد شويه. الله مرحبا. شكرا. شكرا. مرحبا بسي تيمي. دونك قلت بان 81 قلنا خصنا واحد من الاهداف اللي سطرناها اللجان، قلنا الشموليه شنو هي اننا نخليو الناس جداد اللي ما عمرهم ما استفدوا من الدعم يدخلوا حتى هما لهذه العمليه. 81% ديال حاملي المشاريع ما استفدوش في 2020، ما استفدوش من الدعم في 2019. اذا حلينا البيبان على هاد المستفيدين الجدد، وهذا المنحنى مهم جدا حيت كيوريكم كيف كي درنا باش ب 40 مليون درهم نضعفوا ثلاثه د المرات العدد ديال المستفيدين. حيت المتوسط ديال المبلغ كل مشروع انخفض ب 56%. اذا هذيك 40 مليون درهم عصرناها باش نجبدوا منها اكبر عدد ممكن ديال المستفيدين. هاد الشيء اللي كيخلينا نقولوا بان هذه عمليه استثنائيه، حيث مشينا للجانب الاجتماعي بلا ما نفرطوا في الجانب الفني، وهذه هي ليكواسيون ديال هاد العمليه الدعم. هنا كتشوفوا بان التوزيع الجهوي ديال هاد المشاريع اللي تم الاختيار ديالها، كاع الجهات تقريبا كاع الجهات شافت واحد النسبه ديال الارتفاع ديال العدد ديال المشاريع اللي تم الاختيار ديالها. في بعض الجهات كانت النتيجه نقول غير مشرفه، حيت مثلا يونس مارا او درعا تافيلات كان خصنا نديروا واحد المجهود اكبر، ولكن ان شاء الله غادي نجودوا هذه العمليه في العام الجاي. ولكن غالبا سطرنا واحد الهدف على اللجان هو ان تكون هذه العمليه تضمن واحد لا ريبريزونتاتيفيتي التمثيليه جهويه، وهذا كما قلت لكم اضعف الايمان. غير بعد التمثيليه الجهويه باش نعرفوا اش كاين، حيت الحاملي بطاقات الفنان راه كاينين في جميع جهات المملكه كيخصنا نفكروا فيهم، ولكن مازال نزيدوا نطوروا هذه العمليه. وحاجه اخر نقطه اللي بغيت غير نذكرها على ديك لا بريزونطاسيون اللي درنا في اللجنه، هي اننا عطينا واحد الاولويه للجمعيات والفنانين المستقلين، حيت كنتكلموا بزاف على ما يسمى بالصناعات الثقافيه، وبعض المرات كنساو بان راه هاد القطاع الثقافي هو قطاع اللي فيه واحد النسيج اجتماعي، هو قطاع اقتصاد تضامني واجتماعي بالاساس. دونك خصنا نفكروا في هاد الناس. انتم كتشوفوا العدد ديال الجمعيات اللي استافدوا ارتفع العدد ديالهم ب 130%، والمستقلين تقريبا تضاعف اربع د المرات. اذا هذا هو غير باختصار شديد التذكير بال سميتو العرض اللي كنت درتو امام هذه اللجنه فيما يخص عمليه الدعم، وغادي نرجعوا ليها في هذا سميتو في غادي نرجعوا ليها في هذا العرض. اذا غادي ندوز بسرعه على بعض. عندكم هاد لا بريزونطاسيون تعطات لكم توزعت لكم في الكلي يو اس بي. التوجيهات الملكيه الساميه هي الاطار ديال هاد الخدمه اللي كنديروا، ومضامين الدستور وتنزيل البرنامج الحكومي ايضا، وتفعيل مقتضيات القانون التنظيمي لقانون الماليه. هنا دابا اليوم غادي نشوفوا التداعيات ديال الجائحه. راه فسرت لكم التداعيات لا على القطاع الثقافي في مختلف المكونات ديالو، المكون الاجتماعي والتضامني، المكون نقولوا الصناعي، الصناعه الثقافيه او المقاولين الثقافيين اللي كاينين، او التداعيات ديالو على الماليه، الموارد الماليه ديال الوزاره.
وهنا بغيت نقول بان التدابير اللي تخذات كاين منهم تدابير افقيه هي العمليه ديال الدعم الاستثنائي، وكاين كاينه تدابير اخرى اللي هي سميتو ارساء برنامج ثقافي عن بعد. هذه النقطه مهمه، وبغيت نتقاسم معكم بعض الارقام اللي ما كايناش هنايا ولكن غادي نحاولوا نزيدوها في اللي غادي توزعها لكم. العدد ديال الانشطه الثقافيه او الفنيه عن بعد اللي تمت في هذه الفتره ديال الجائحه 1400 نشاط في كاع التراب المغربي. وتشوفوا بان ديما كنقولوا ان الرقمنه غادي تجيب واحد العنصر ديال العداله المجاليه، حيت الواحد ملي كيكون عنده الانترنت راه يكون في الرباط ولا قريب ولا بعيد راه بحال كي الولوج ديالو لنفس الخدمه. العدد ديال الانشطه عن بعد اللي دارت في الدار البيضاء 126، جهه بني ملال 160، جهه طنجه 200، جهه الرشيديه 100، جهه الرباط 120، جهه العيون 135، جهه اكادير 100، جهه كتشوفوا بان هذا العنصر ديال كان حاضر بقوه في هذا الانشطه اللي تنظمات كانت عروض فنيه المغربي على التراث. وبغيت نقول بان هذه المشروع ديال المنصه الالكترونيه اللي كتعرفوا بان اللي تخدو سميتو جهه الرباط 9، هذا المبلغ الاجمالي اللي ديال هذا المجهود اللي دار في المشاريع الملكيه 157 مليون ديال الدرهم. قارنوا هذا المبلغ باللي قلت لكم على الموارد الماليه ديال الصندوق اللي كانت في الفوج ديالها، ياك الفوج ديالها وصلت ل 170 مليون ديال الدرهم. اذا هذا مجهود كبير اللي دارته الوزاره بشراكه مع وزاره الماليه. كان ايضا الاولويه الثانيه في الاطار ديال هذه الازمه الاقتصاديه الاجتماعيه الى اخره، مشينا للمشاريع اللي هي في طور الانجاز باش ما نوقفوهاش. الحاجه اللي بنينا لها الحيوط ما نوقفوش في ليكيبمون، الحاجه اللي عطيناها ليكيبمون ما نوقفوش في الموارد البشريه الى اخره، باش نديو المشاريع الى النهايه ديالهم باش يستافدوا منهم المواطنين. هنا اعاده تاهيل المدن العتيقه 83 مليون ديال الدرهم، وخاصه النص ديال هذا المبلغ مشى لمدينه جهه فاس مكناس. فيما يخص المشاريع المنجزه في اطار الشراكه في الميزانيه ديال القطاع، هنا كاين 20 مركز ثقافي، فكتشوفوا بانه راه كاين في كاع الجهات ديال المملكه، ولكن بغيت نسطر على ثلاثه ديال المشاريع اللي كيبانوا لي مهمين جدا. الاول هو المركز الثقافي بني مكاده، وكيخصنا نزوروا هذا المركز حيت جميل جدا، والمكتبه الوسائطيه ديال طنجه لا ميدياتيك دو طنجي اللي حتى هي عندها واحد الشكل في الهندسه اللي هو كيدل كيعطيها واحد البعد الثقافي اكثر واكبر. وكاين ايضا المركز الثقافي امزورن في الحسيمه. هادو ثلاثه مشاريع مهمه جدا، وهاد اللائحه اللي عندكم هنايا هي المشاريع ديال 2020 2019. نمشيو للتراث الثقافي، المعديره راه كاين مشكل ديال لافيشاج ولكن عندكم غتكون البريزونطاسيون مزيانه. التراث الثقافي كتعرفوا كاين واحد الموقع الالكتروني ديال مديريه التراث اللي هو idpc.ma. هذا الموقع كنزودوه كل عام بواحد العدد ديال البطاقات اللي كتهم التراث. هذا العام في 2020 تم جرد وتوثيق 466 عنصر من عناصر التراث الاثري والمعلمي و600 قطعه من التحف. قطاع ديال التحف هي لي بيس دو كوليكسيون، كيقدروا يكونوا ديال العظومه ديال الديناصورات، كيقدروا يكونوا
المخطوطات كيقدروا يكونوا الى واحد العدد الامور. والتحف الاثريه والاثنولوجيه و16 ديال 16 عنصر ديال التراث الغير المادي بالبوابه الالكترونيه. وغنتعاودوا نتكلموا في هذا التراث الغير المادي خاصه من العلاقه ديال المغرب مع اليونسكو. فيما يخص الحمايه القانونيه ديال هذا التراث، تمت واحد العمليه مهمه جدا واللي غادي تخلق واحد البريسيدون السابقه هذه سابقه ثقافيه في العالم. اي ان الدوله الفرنسيه ردات للمملكه المغربيه اكثر من 25000 قطعه اركيولوجيه، هذوك العظام اللي تكلمت عليهم، واللي كانوا تهربوا بصفه غير قانونيه، جريمه حضاريه. باش تفكروا في هذا الشيء ديال القطاع الاركيولوجي، حيت بعض المرات المواطن كتقول ليه القطاع اركيولوجيا كيبان ليه داك الشيء بعيد شويه وما عنده حتى شي علاقه اما هذه راه عمليه عندها علاقه بالكرامه ديال المواطن المغربي. علاش؟ حيت كتشوفوا داك الشيء اللي وقع مثلا في العراق من بعد الحرب، وداك المتحف ديال بغداد كيفاش تم التصرف فيه، كاينه واحد الكرامه حضاريه ديال كل شعب. وكنظن بان الشعب المغربي عنده هذا الهاجس على ان التراث ديالو يتحترم. وهذه العمليه اللي دارت مع فرنسا اللي في مارسي، كنظن انها عمليه جيده وكتعطينا كتورينا الطريق اللي خصنا نمشيو فيه في هذه الشراكه ما بيننا وبين الشركاء ديالنا، وخاصه الشركاء الاوروبيين والامريكيين الى اخره، اللي هما المستهلكين او المشتريين ياك لي زاشتور الاساسيين ديال هذا القطاع اللي كتهرب من المغرب. وراه كنتكلم غير الاركيولوجيا، عاد نتكلموا على المخطوطات اللي ما نسكري اللي كيتهربوا واحد العدد الامور. المهم هذا موضوع مهم جدا. ايضا المساهمه في اطلاق ورش تحيين مخطط تدبير تراث الرباط، هذا لو بلان دو جيستيون دو بيان. شنو هو البلان دو جيستيون؟ هو ان ملي المغرب كيقول بان كيقول اليونسكو انا مغرب باغي نقيد هاد التراث او هاد المدينه او هاد الموقع نقيدو في اليونسكو، اليونسكو كتقول واخا، ولكن خصكم تعطيونا شنو هي الاستراتيجيه ديالكم في التثمين والترميم ديال هاد الموقع. إذن كيتسمى ان بلان دو جيستيون اللي هو كيدار في الرباط. والرباط عاصمه الثقافيه ديال المغرب، عندها مدينه رائده في افريقيا من هذه الناحيه. علاش؟ حيت واحد العداء كتعرفوا الرباط عندها واحد بحال نسيج حضاري، كاين كولا سلطان كاين كيجي كيزيد اللمسه ديالو الحضاريه في المجال المعماري الهندسه الى اخره. أو الرباط ولات بحال واحد اللي سميتهم السلاطين والمراحل التاريخيه الى اخره. دونك الرباط والناس ديال اليونسكو كيعتبروا، وكنظن بان الرباط غادي تعطي الشريه اللي غادي دير هذا البلان جيستيون. دونك كاين واحد المنظومه اللي كدار مع اليونسكو، كاين ايضا مصنف تراثيا عمليا عالميا مع اليونسكو. تم ايضا في 2020 التقييد ديال كنيسه الياس هازون بمدينه الدار البيضاء، وهادشي في السياق ديال الروافد المتنوعه ديال الهويه المغربيه وديال التراث المغربي اللي كنفتخروا به. عمليه الترميم والتهيئه، استكمال ترميم المدرسة المارينية والخلوة والضريح بموقع شالة الأثري في حدا الرباط اللي كتعرفوا كاملين. ثانيا الترميم ورد الاعتبار لمعلمات دار النجاعي بإقليم القنيطرة. هذه العمليات كاملة كيخصكم تشوفوها كعمليات ديال التنمية المحلية، ماشي موظف في الرباط كيسني هذا وداكشي كيمشي في القانون وما عنده حتى شي اثر. كيخص السلطات المحليه والمنتخبين الى اخره ياخذوا هذا التقييد اللي كيدار في القانون ويديروا منه واحد
سواء في القطاع السياحي او الثقافي او في مسائل اخرى او في العلم كيخصهم يطوروا واحد المشروع ديال التنميه المحليه حول هذا المشروع ديال الترميم. وايضا كاين الموقع ديال التمدة وتاهيل البنايات استقبال المعالم، هادو لي سونتر دانتربريتاسيون دو باتريمون. وهنا بغيت نرجع اللي كاينه في القصر البديع، قصر الباهيه، القبور السعديين، القبه المرابطيه، مواقع ليكسوس، تمدة، والقصر الصغير. وهنا بغيت نرجع اللي كنقول لكم من قبل فيما يخص القيمه المضافه اللي غادي ندخوها في هذه المواقع الاثريه باش المستهلك او السائح ما يبقى يخلص اكثر من ديك 70 درهم. خصنا نضيف واحد القيمه مضافه، وهذه القيمه كتجي اولا بالترميم ديال البنيات الاستقبال باش السيد ملي يجي يحس بانه راه كاين شي حاجه، كاين واحد القيمه مضافه ديال هذا الاثر. فيما يخص التراث الثقافي، التعريف بالتراث الثقافي، تم تقديم الملف اليونسكو، ملف مشترك ديال الفنون الخط العربي وملف تبوريضة، هادو جوج الملفات اللي تقدمات في اليونسكو. وتقديم ايضا ملف المهارات والمعارف المرتبطه بالخطارات، هذا ملف مهم جدا حيت ملي كنقولوا الخطارات ماشي غير حيت هو تراث لا مادي، كون كان غير تراث مادي نقولوا راه قيدنا الخطارات، ولكن اكثر من الخطارات كانت واحد لورغانيزاسيون تنظيم اجتماعي حول هاد الخطارات. وهاد انيكوسيستم وهاد التنظيم الاجتماعي هو اللي عطى، كانوا الناس كيتنظموا حيت اللي الفوق اللي كيشد الماء كيخصو يتنسق مع اللي لتحت باش يفرقوا هذاك الماء على الناس القبائل الى اخره. وهاد التنظيم كان فيه واحد العنصر ديمقراطي فريد من نوعه، وهادشي راه ما كيعرفوش بزاف الناس، وهادشي راه نقدروا نلقاو حتى في واحد المقارنه هي في سويسرا في لي كونتون سويس كل كونتون راه كاين نسق مع الكونتون الاخر باش يقادوا داك. كانت واحد الديمقراطيه محليه قبل الاوان. وهاد المساله اللي كاينه في سويسرا كانت في المغرب ايضا، خاصه في هاد الخطارات. اذا كاين واحد العدد الامور اللي كيمكن لينا نقولوها على هاد الخطارات، ماشي هي غير بنيات او هندسه هيدرومائيه ولا هي اكثر من هادشي، عندها واحد البعد ديمقراطي واجتماعي وتاريخي الى اخره. وخاصه كتعرفوا وعندنا شراكات مع الايسيسكو فيما يخص ملفات قناوه، شجره الارغان، موسم حب الملوك، موسم طنطان، ساحه جمال الفنا، ورقصه تيسكيوين. هنا بغيت نقول نشير لواحد القضيه، درت واحد الرساله لكاع المدراء الجهويين ديال وزاره الثقافه، وكنحثهم على انهم يعطيونا يطلعوا لنا مقترحات ديالهم باش نزيدوا نقيدوا مواقع ماديه وغير ماديه ديال التراث المغربي في كل جهه. علاش؟ حيت شحال هذه ما قيدناش امور في اليونسكو، والمشكل ان لا ماجوريتي غالبيه المواقع اللي قيدناها في اليونسكو كانت تقريبا 80% المدن العتيقه، هاد لو سيركوي ديال لي فيل امبيريال اللي داروا، هاد المدن العتيقه هي اللي قيدناها الاولى، ويمكن جمال الفنا اللي تزاد دونك، ولكن ما خرجناش من هاد المدن. وما راه المغرب راه الجهات المغرب راه كتسخر بواحد العدد المواقع اللي هي بعيده عن المدن، وهذه حتى واحد ما فكر فيها. كان النموذج او المثال ديال سميتو ديال زيغودار اللي هو راه كاين في الجهات ماشي في قلب المدينه، كاين واحد العدد ديال لي فريش اندستريال، سمحوا لي ما نسيت السميه بالعربيه، مثلا الا كانت ديمين مناجم قديمه اللي غادي تولي راه حتى هي تقدر تعتبر تراث لا مادي الى اخره. دونك من دابا لاواخر شهر نوفمبر كيخص هاد المدراء الجهويين ديالهم باش نعاودوا
اليونسكو ونحاولوا نقيدوها، ماشي غنقيدوها غير لها مشاريع ديال التنميه المحليه باش نقيدوا موقع وزاره الثقافه اللي تدخل فيها الصناعه التقليديه اللي تدخل مع الجهات. وهنا التصويره هذا ما عرفت واش رائع جدا، رائع جدا، وهي زعما مركز اللي ملي غادي ترجع مي غادي ترجع سميتو النشاط ديال السياحه العالميه غادي تكون عنده واحد المكانه خاصه، وخاصه كتعرفوا بان الصويره عندها هي نموذج في المغرب ديال منظومه ثقافيه متكامله. عندك الصويره كاين سميتها فاس، العريش، كاين بعض المدن هكا حاولوا يكملوا هذيك المنظومه. دونك هاد بيت الذاكره مهمه جدا. كاين النقوش الصخريه في فضاء حديقه والهاو في اكادير، وهاد النقوش الصخريه كتعرفوا بان في اوروبا غالبا النقوش الصخريه كتكون في الغارات لي غوت في المغارات كتكون في المغارات، اذا كتكون محميه الى اخره. حنا في المغرب الغالبيه ديالهم كيكونوا باينين في السطح، باينين في الهواء، كيكونوا باينين في الهواء، وهنا كيضرب فيهم الريح، كيضرب فيهم الشتاء، كيضرب فيهم واحد العدد الامور اللي كتمحيهم بليغوزيون. هذا مشكل كبير، وخصنا نسرعوا اولا الرقمنه ديال هاد التراث المادي، ولكن ايضا نشوفوا كنديروا باش نحميوا هاد التراث. راه كاينين رسوم صخريه مهمه جدا، خاصه ان المغرب مع سميتو بنادم ديال ايهود راه كاين اقدم انسان في العالم، فكيمكن المغرب يطور واحد منظومة سياحية حول هاد المسألة ديال الهومو سابينس القديم، جدود البشرية. فيما يخص المنجزات ديال 2020، هنا كتشوفوا العدد المشاريع المدعمة. ما نرجعش لهاد المسائل ديال الدعم، راه حاولت نقدمها لكم باختصار شديد. غادي نمشي مباشرة، وهذيك اسمحوا لي هذيك العرض اللي درته امامكم في اللجنه راه غادي نحاول نلوحوا في يوتيوب باش يكون في المتناول المواطن. اذا فيما يخص المنجزات ديال سنه 2020، المعاهد الموسيقيه، هذه المعاهد الموسيقيه المهم اننا في هذه المرحله ديال الحجر الصحي ما نخليوش شباب او طلبه مغاربه في الميدان ديال الفن او الموسيقى يظنوا بان هذا نفق مسدود. خصنا نمشيو في هذا الاتجاه باش نسهلوا عليهم، كان الامر سواء كان الامر لي فري دانسكريبسيون باش نسهلوا عليهم فوالا تذكره التسجيل، او في هذه المشاريع. دونك كاين المشروع المعهد الموسيقي ديال خريبكاد الفنيدق باب دكاله في مراكش ايت ملول وتشيره الجهاديه، هادو مازال غاديين. فيما يخص العمل التشريعي، كاين الظاهر الشريف المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافه المغربيه اللي هو بالغ الاهميه، وتكلمت لكم على هذه المنظومه اللي خصها تكتمل بالمجالس الدستوريه. هادشي اللي كاين اللجنه لتحديد التاليف ديال اللجنه الوزاريه الدائمه المكلفه بالتتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للامازيغيه، وانا شخصيا عندي اهتمام كبير بهذه المساله ديال الامازيغيه. وكاين ايضا مشروع مرسوم متعلق بالفنان والمهن الفنيه وباعاده تنظيم معاهد الموسيقيه والفن الكوريغرافي، وايضا تقييد موقع النقوش الصخريه صخره ام اروكن باقليم اوسرد اللي هو
حتى هو راه قلت لكم راه كيضرب فيه الريح وهذا كيخصنا نستثمروا نديروا استثمار. فيما يخص الموارد البشريه ديال الوزاره كتعرفوا شنو هي شنو هو المشكل وإلا سمحتوا لي غادي نوسع شويه لا فوكال. ماشي غير المشكل ديال وزاره الثقافه راه المشكل ديال المغرب ككل. شنو هو المشكل؟ علاش جينا نقولوا راه خصنا نموذج تنموي جديد وشنو هو المشكل وشنو هو التشخيص؟ التشخيص انا كنظن الكل متفق عليه كيقول كنستثمروا بزاف في السيما والحيوط وما كنستثمروش بزاف في لا ماتيغ غريز الادمغه. اذا في هذا النموذج الجديد خصنا نشوفوا شي صيغه باش نحولوا هذا السيما والبنيات المجهود يمشي للجري وفي ال ال وفي الطاقة. ملي نقولوا هذا الشيء دابا الوزارة أن المتوسط ما ياك شحال الناس اللي كيمشيو للتقاعد 20 حاولنا نديروا واحد العمليه باش و تفهم ان الوضعيه الاقتصاديه يكون واحد العنصر تضامني في هذه الميزانيات واللي غادي نتناقشوا فيها. حنا يمكن لينا في الوزاره نديروا هذا المجهود في عام 2020 ولكن كنقولها لكم من اليوم ما يمكنلاش نستمروا في هذا المسار هذا. كيخص من العام الجاي نعاودوا هذا المنحنى يعاود يرتفع باش شنو هي المشكله؟ المشكله ان ياك كنقولوا خصنا نمشيو في الاطار ديال الرقمنه وديال القيمه المضافه الى اخره. الرقمنه شكون اللي غيديرها؟ الناس اللي عندهم 60 عام 70 عام راه خص التشبيب. وهذا الشبيب راه ماشي غير الايديولوجيه الشبابيه ولا ما راه ماشي حيت انا شاب نقول لكم لا، راه من باب ليفيكاسيتي النجاعه من باب النجاعه اننا نفكروا في المستقبل وما نبقاوش غاديين غير هكاك حنين. دونك هذه المساله ديال صفر توظيف 2021 غادي نتقبلوها العام ولكن العام الجاي ان شاء الله خصنا نديروا شي مجهود باش على الاقل نعوضوا الناس اللي كيمشيو للتقاعد. وهذه مساله غادي نذكروا فيها في القطاع ديال الاتصال وغادي نذكروا فيها القطاع ديال الشباب والرياضه الى اخره. دونك اذا اليوم عندنا 1500 اكثر من 1500 موظف في هذا القطاع. فيما يخص الشراكات الوطنيه غادي نذكر جوج باختصار شديد، شراكه مع الاتحاد الوطني لنساء المغرب وشراكه مع المؤسسه الوطنيه للمتاحف اللي غادي تخوض واحد الدور اكبر واكبر في هذه المنظومه اللي قلت لكم. راه قلت لكم الوزاره، المؤسسه الوطنيه للمتاحف، الاكاديميه ديال المملكه والمجالس الدستوريه. هذه المنظومه خصها تكتمل ونقويوها. دابا نتكلموا في 2021 شنو هما الاولويات ديال 2021. هذا هو المهم. الاولويه الاولى طبعا هي المشاريع الملكيه، ثانيا المشاريع الجاريه كما قلنا ما نوقفوش شي حاجه اللي قربت باش ننجز. الوغ فيما يخص المشاريع الملكيه غادي نذكر غير المدن باش تعرفوا فين هي في الجهات. فاس، مكناس، مراكش، الصويره، الدار البيضاء، اكادير، الاقاليم الجنوبيه. وفي الرباط كاينه مشاريع مهمه اللي هي المعهد الوطني العالي للموسيقى والرقص الكوريغرافي، المعهد الوطني للموسيقى والمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي. هادو ثلاثه ديال المعاهد اللي هي مهمه جدا اللي غادي تمكننا باش نواكبوا داك التحول ديال ال ام دي ليسانس ماستر دكتوراه، هو اللي غادي نحاولوا نواكبوا في هذا القطاع الثقافي. فيما يخص الاوراش او المشاريع الجاريه غادي نذكر دار البارود بمدينه سلا اللي تم فيها واحد لا ديكوفيرت اكتشاف مهم جدا ديال الدار البارود. كتعرفوا الكلمه ديال ارسنال بالفرنسيه، ارسنال هي المصنع ديال الاسلحه. الكلمه ديال ارسنال جايه من العربيه دار الصناعه، دار الصناعه ارسنال. اذا هاد دار البارود
من 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 العناصر ديال التاريخ المغربي اللي خصنا نزيدو ندقوا فيها. علاش؟ حيت غادي تورينا شنو هي المكانه، اش كانت المكانه ديال المغرب في هذا الحوار او الحروب الحضاريه اللي كانت من قبل. ودوك هذا وكما قلت ديك المره، هذه الاكتشافات الاركيولوجيه هي المداد باش المؤرخين كيكتبوا التاريخ ديال كل وطن. دونك قد ما استثمرنا في هاد الاكتشافات او لي فوي اركيولوجيك، قد ما غادي نتمكنوا باش تكون عندنا يكون عندنا واحد الحوار متوازن مع دوك القوى التاريخيه اللي كانت في المغرب. الترميم ديال اسوار تنمل والموقع الاثري ديال غمات، كتعرفوا الاهميه القصوى ديال غمات و لو بوتنسييل، شنو المقدرات الامكانيات القدرات السياحيه الهائله ديال غمات. غمات راه جات غير حدا مراكش، واحد العدد الناس كيدوزوا من ليه ولكن ما كيبانش لهم، كيمشيو ديريكت سميتو اللوريكا وما كيديوهاش في غمات. اما راه غمات راه واحد الحاجه مهمه جدا، واحد الحجم كبير ما كيتصوروش الناس، ولكن هادشي خصو الخدمه. وخصنا كاينه قطع ارضيه خصنا نشريوها، باش كاين شراكه ما بين الوزاره والسكينه ديال هذوك ديال المجال ديال الاثار ديال باب غمات الى اخره. دونك هذا مشروع مهم جدا. ثالثا احداث نقاط قراءه بجهه سوس مسا، ورابعا بناء المركزين الثقافيين بايت اوربيل وتيداس باقليم الخميسات، والمركز الثقافي بورزازات. هادو خاصه ورزازات، كتعرفوا بان النسيج الجمعوي في ورزازات كثيف جدا، ولكن خصنا نعطيه واحد الدفعه وخاصه الشباب منهم. راه كاين هذه المنظومه السينمائيه ديال ورزازات الى اخره، وكاين السياحه، ولكن خصنا نزيدوا واحد شي شويه باش نمكنوهم من واحد المركز الثقافي اللي غادي يليق بهاد الجهه اللي عنده واحد القدرات ومؤهلات هامه. وتهيئه دار الفوتوغراف اللي غادي نحاولوا خطه الاقلاع الثقافي، راه سميت لكم ديال نخدموا في هاد، حيت المواقع الاتنانه، حيت البعض يقول لي علاش. وهذا التراث كتعرفوا بان المغرب ماشي بحال دول اخرى، هذه منوهاش ونوظفوها، هذا مهم جدا. حيت من هاد باش غادي نخدموا الفن والثقافه، وكما قلت لكم راه الثقافه هي الحل، وهذا الاستثمار في الثقافه المغربيه هي الجواب لواحد العدد الامور اللي هي فاسده في المجتمع ديالنا. لي الامور الاكثريه ديال الامور اللي فسدتها كورونا راه يمكن الثقافه الدويه. دونك باش نكملوا هذا المسار من التراث حتى التنميه الاجتماعيه ديال المغرب، راه كاين واحد العدد الامور اللي خصنا نرصوها. قلت لكم القيمه المضافه ديال المواقع الاثريه. اولا غادي يتم اطلاق دراسه باش نصيغوا واحد الاستراتيجيه الثقافيه للمغرب. وهنا بغيت نقول واحد المساله مهمه جدا، هذه الاستراتيجيه راه ما غادي نمشيوش، ما غادي نحاولوا ما نمشيوش لذوك الاستراتيجيات ديال الباوربوينت، ماشي غنقولوا ها اللي فين خصنا نمشيو، غادي نخدموا على الادوات اللي غادي يمكننا نمشيو بعيد. ما غادي نقولوش فين خصنا نمشيو، غادي نخدموا غير على الاداه اللي غادي تمكننا باش نمشيو. وديك الساعات الا بغينا نمشيو لهاد الجهه ولا هاد الجهه، ديك الساعات راه مرحبا. شنو هما هاد الاداه؟ هاد الاداه خاصه هي احداث لوحه قياده، طابلو دو بيلوتاج، لوحه قياده لقياس الناتج الاجمالي الخام لقطاع الثقافه. اليوم راه قلت لكم الاحصائيات اللي كتجينا من الاتش سي بي 400 درهم في السنه لكل مغربي، ولكن شكون اللي غادي يقول لي كل درهم اللي نفقوا مغربي في السنه في القطاع الثقافي كيخلق شحال ديال الدراهم ديال الانتاج في القطاع السياحي والقطاع النقل والقطاع الصناعه التقليديه وقطاع هاد لو طابلو اونتري سورتي ديال باش نعرفوا كل درهم اشنا هو الاثار ديالو على القطاعات الاقتصاديه الاخرى، مازال ما عندناش اليوم.
وهذا مشكل كبير حيت ملي كان ما كان يمكنش لينا نجودوا شي حاجة اللي ما كنعرفوش نعبروها. العبار هي المرحلة الأولى باش نمشيو للتثمين. دونك هذه المسألة الأولى. ثانيا إنجاز نظام معلوماتي لرقمنة عملية الدعم ومنح بطاقة الفنان. هذه مهمة جدا. علاش؟ حيت تكلمنا على النواقص اللي كاينة في هذه المنظومة ديال الدعم، وقلنا من بين النواقص كاين الولوج ديال المواطن والولوج ديال الفنان لهاد بطاقة الفنان. اليوم كيخصو يجمع دوسي كبير، كيخصو يجي الرباط الى اخره. هذا المسألة غادي نحاولوا نرقموها وباش يكون الولوج احسن وكاع في الجهات. ثاني حاجة منح بطاقة الفنان. قلت لكم بان المنظومة ديال الدعم اليوم واحد الشريحة كبيرة ديال الفنانة في المغرب اللي ما كيوصلوش لهاد المنظومة الدعم. علاش؟ حيت مثلا في الفنون الشعبية كنقول لهم مثلا خصكم تصوبوا الدوسي، كاين اللي ما كيعرفش يصوب الدوسي، كاين اللي ما عرفش بعدا بان البطاقة كاينة او هاد المنظومة الدعم كاينة. هذا المشكل الاول. المشكل الثاني كاين البعض اللي عارف وعنده تجربة وهو معترف به بانه فنان، ولكن ما عندوش كانت باش نعطيه بطاقة الفنان كيخصو العقود او عقد واحد بعدا باش يكون عنده عقد بانه هو راه خدم في واحد الخدمه فنيه. هادو مثلا ما كاينكونش عندهم العقد والعقود حيت هما في القطاع غير المهيكل. اذا واحد العدد الامور خصنا نشتغلوا فيها باش نوسعوا القاعده ديال المستفيدين ديال هذه المنظومه ديال الدعم. رابعا انجاز نظام معلوماتي لمراقبه الدخول. هذه الدخول في المواقع الاثريه، غير باش نتكلموا على واحد الاجراء اللي داروا السيد الوزير محمد العرج الله يذكره بخير، اللي كان مهم جدا لهذا القطاع، وانتم راه انتم كنتوا شهداء على هذه العمليه. دار لي كاميرات سيرفيونس في دوك المواقع الاثريه. هذوك لي كاميرات سيرفيونس بوحدهم الموارد الماليه ديال الصندوق كانت في 20 30 مليون درهم، نقزات ل 170 غير على ود على ود دوك لي كاميرا. الحكامه الرقابه اليوم غادي نزيدو نمشيو نعمقوا هذه العمليه ديال ماشي الرقابه، ولكن نعمقوا هذه العمليه ديال الاستثمار في المواقع التراثيه باش نزيدوا على دوك الكاميرات، نزيدوا دي سميتهم دي تورنيكي صديق التامين ديال الدخول لهاد المواقع باش ما يبقاش الفوضى الى اخره. هذا استثمار كيبان بسيط جدا، ولكن هو اللي غادي يمكننا باش نزيدوا نقويوا وإعادة التنشيط ديال هاد المداخل والموارد المالية ديال قطاع الثقافة باش غادي نخدموا من أجل الفنانة. إنجاز نظام معلوماتي جغرافي سيغ ديال التراث. اليوم ما عندناش واحد النظام معلوماتي اللي غادي اللي كي يمكننا نشاركوه مع قطاعات أخرى باش يعرفوا بالضبط فينا هما المواقع الأثرية ديال اليوم. إلا بغيتي تعرف شنو هما المواقع الأثرية ديال المغرب ولا الحوايج اللي هي اللي تم التقييد ديالها او لاسكريبسيون ديالها في التسجيل كيخصك تمشي للبولتان اوفيسير وتبقى تضرب في البولتان اوفيسير وتجبد كلشي، سي امبوسيبل. كيخص زعما راه هادشي. دونك خصنا واحد النظام معلوماتي جغرافي كيبان، كتكون خريطه وكيبان كل موقع كيبان، لا من ناحيه العمل الافقي او الالتقائيه بين القطاع الثقافه والقطاعات الوزاريه الاخرى، ولا من ناحيه البرمجه او البرمجه السياحيه مثلا. دونك هادشي مهم جدا. استئناف ترشيحات تسجيل بمنظمه اليونسكو، هذا تكلمت فيه، كنتسناو اواخر شهر من كل جهه كنحثكم على انكم الى اللي يمكن يدخل في هذه العمليه قوي باش يدخلوا في هذا باش احداث الثقافي اللامادي والمادي اللجنه التغطيه الصحيه والاجتماعيه للفنانين، إعادة الاعتبار لو ريسبير الاحترام خدامين فيه إن شاء الله الدقة الاجتماعية. فعالية الرباط عاصمة الثقافة اليوم دابا مبرجة في 2001 كتمكننا من هادشي،
وكتعرفوا المستوى ديال الشراكه الاستراتيجيه بين المغرب والصين، وايضا التنسيق مع وزاره الخارجيه فيما يخص العرض الثقافي الموجه للخارج للمغاربه الخارج. فيما يخص التشريع والتنظيم مشروع قانون يتعلق بحمايه التراث الثقافي المادي وغير المادي والمحافظه عليه وتثمينه. المؤسسة الوطنية للمتاحف راه تكلمت عليها، المرسوم اللي كيتعلق بالمعهد الوطني للفنون الجميلة لينبا ديال تطوان اللي هو ستان بيجو، اسمحوا لي، ما جوهرة فنية في المغرب، وخصنا نشوفوا شي صيغة غير يجيونا الميزانيات باش نجعلوا من هذا المعهد يكون عنده واحد في فاس، أكادير، الدار البيضاء إلى آخره. وحنا خدامين في لي بوزار ديال الفنون الجميلة ديال الدار البيضاء حتى هي، اللي خصنا نخدموا في ليكيفالونس ديال الدبلوم ديالها باش ما يضيعوش الطلبة، وخدامين على هذا المشروع ديال الاتفاقية ما بين هاد لينبا في تطوان ولي بوزار في الدار البيضاء إن شاء الله، باش تكون واحد المساعده التقنيه لاسيستانس تكنيك. و المشاريع المراسيم اللي كتعلق بالانسماك، الجائزه الوطنيه للمسرح، جائزه الحسن الثاني للمخطوطات، واحد العدد ديال المخطوطات اللي كاينه في العائلات المغربيه واللي هي واحد الغناء ما يمكنش نتصوروه، ولكن ما كيضيع حيث الناس ما كيتكلموش عليه اولا، وثانيا ملي كيورثوه من عائلتهم ما كيفكروش بانهم يتصلوا بالوزاره باش حنا نقوموا بالحفاظ ديالو والتسجيل والرقمنه ديال هذه المخطوطات، وهي مخطوطات نادره جدا. دونك هذه راه خصنا واحد الخدمه. واحداث جائزه المغرب للكتاب. نجيو دابا للميزانيه ديال سميتو ديال الوزاره. الميزانيه في ارتفاع 22%، ولكن 22% كما قلنا 22% في الميزانيه ديال الاستثمار، اذا في هادشي ديال البني والاكيبمون، ولكن هادشي راه النموذج القديم. الا بغينا نمشيو للقدام راه غادي خصنا الميزانية تجينا في الفونكسيونمون سميتو التسيير، وخاصة الموارد البشرية، راه هذا هو اللي خصنا. ولكن الحمد لله راه إلا كانت 22% ديال الارتفاع مزيان. بعدا باش وهذا الارتفاع راه غادي نفسروه أساسا بالمشاريع الملكية اللي خصها واحد لا كونتينيتي، حيت هي مشاريع تنموية مهمة جدا في الجهات والمدن، وهي مهيكله الى ما استمرناش فيها راه غادي المواطن براسو غادي يحس بال هادشي اللي عندي فيما يخص قطاع الثقافه. الى سمحتوا غادي ندوز لقطاع الاتصال ياك السيد الرئيس، نحاول نسرع شحال ندير الوقت مازال مزيان صافي. مرحبا، شكرا. إذن في قطاع الثقافة، غادي نقدم الجزء الأول من العرض وغادي نعطي السي تيمين بعد باش يكمل. فيما يخص الرؤية المؤطرة والإطار العام والرهانات، تعرفوا بأن الرؤية المؤطرة هي التعليمات السامية، والإطار والرهانات ملي كنتكلموا على قطاع الاتصال عندنا الصحافة، كاين السينما، السمعي البصري، ثلاثة عندها واحد المواطن حيث الثقافي والسياسي إلى آخره، هي ديمقراطية الوعي الاجتماعي، كاين الوعي راسو، راه بعض المرات كيشوف يكون واحد المرآة وتعرفوه بلا من ديال هي على قطاع الصحافة. نعطيكم غير بعض المعطيات، تكلمنا فيما يخص الفنون والمسرح وإلى آخره على التغيرات ديال السلوك ديال المستهلك. هنا غتلقاو مثلا من اللي
كانت لو تيراج 150 الف نسخه ديال الصحافه الورقيه قبل الجائحه، وديجا ديك الساعات كنا كنقول هذا شيء قليل بزاف ومقارنه مع بلدان اخرى افريقيه الى اخره، ولكن دابا راه مازال ما رجعناش ترفع الحجر وترفع المنع ديال الاستعمال سميتو الورقي الصحافه الورقيه، ولكن مع ذلك لو كومبورتمون ديال المستهلك تغير، السلوك ديال المستهلك تغير تغير بارتو في العالم، هادشي راه في العالم، كاين اللي مشى للرقمي، كاين اللي كيقرا ولكن ما بقاش كيسلف ديك الجريده الحداف القهوه الى اخره. دونك ولينا اليوم مازال ما رجعناش تقريبا بين 30 و 40% ديال المستوى اللي كان قبل الجائحه. هادي غير المشكله ديال النسخ الجرائد الورقيه اللي كتباع. عاد نزيدوا المشكل ديال الاستثمار الببليسيتير، الاستثمار الاشهار، الاشهار الاشهار الاستثمار في الاشهار اللي هو بحال الرعايه الثقافيه، راه ما بقى منه والو، تقسم على 8 تقريبا. وهذا الاستثمار في الاشهار اللي ما بقاش غادي يطرح لنا مشكل كبير، ومشكل اللي في القطاع ديال الصحافه، مشكل في القطاع ديال السمع البصري، حيث اليوم راه النموذج الاقتصادي ديال القطب العمومي او القنوات الخاصه راه هذا النموذج خاص اعاده النظر فيه تماما، حيت ما بقاوش التوازنات كما كانت قبل كورونا. وديجا ديك الساعات راه كانوا كيتشكاو من المنصات الالكترونيه اللي كدي واحد الجزء كبير من هذا الاستثمار الاشهاري. ومهم دونك هادو قطاعات اللي كانت في ازمه قبل كورونا، ومازال هاد المرحله الانيه غادي تعمق في هاد الازمه. في هاد السياق تم الاعلان على العمليه ديال دعم الصحافه المكتوبه الالكترونيه والورقيه. يمكن لي نقول بان هذه عمليه كان فيها المغرب سباق، ولكن ما يمكنش لينا نقارنوا بين الوضعيه ديال الصحافه في المغرب والوضعيه ديال الصحافه في بلاد اخرى، حيت كان واحد العدد ديال لي فاكتور والعوامل اللي مختلفه بزاف. كل سوق صحفي مختلف بزاف على السوق الصحفي ديال البلدان الاخرى. اذا ما يمكنش لينا نقولوا هذه نقارنوا هذه بهذه، ولكن قمنا بالاعلان ديال هذا المنظومة استثنائية ديال دعم الصحافة المكتوبة، كانت فيها 150 مليون ديال الدرهم اللي غتمشي للصحافة المكتوبة ورقية وإلكترونية. في الأول كنا قلنا هاد 150 مليون ديال الدرهم غادي نحاولوا نديروها نص 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 في لا بريزون شارج ديال الأجور ديال الصحفيين، والنص الاخر ان لا بريزونس سمحوا لي التحمل، فوالا التحمل، انا الدوله تحمل التكاليف ديال لي شارج فيكس، دوك التكاليف القاره. ولكن الحمد لله كانت عندنا الامكانيه باش اللي غادي نديروها في التكاليف نديروها في الاجور ونشوفوا شنو هو الوزن الملائم. ملي جينا نشوفوا هاد التكاليف القراء، دونك درنا هاد الاجور، تحمل ديال الاجور لثلاثه ديال الاشهر، جويي اوت وشتنبير. وملي وصلنا للمساله ديال التكاليف القراء لقينا اشكاليه او صعوبات، حيت هاد التكاليف القراء كتجيك فواتير، وهاد الفواتير كيمكن يكون فيها شويه ديال تكملوا من عندكم. دونك لقينا الوضعيه شويه صعيبه، نمشيو في هذا الاتجاه ديال التكاليف القاره. قلنا دو توت لي مانيير كيخص نعرفوا شنو هي الفلسفه ديال هذا الدعم. الفلسفه هي ان ما كايناش صحافه وطنيه او جهويه الى اخره، ما كايناش صحافه مكتوبه بدون صحفيين، هادشي اللي كاين. دونك قلنا غادي نخصوا هاد 150 مليون درهم كامله لهذا التحمل ديال الاجور الصحفيين. اذا مشينا غادي نزيدوا على جويي اوت سبتمبر، غادي نزيدوا اكتوبر نوفمبر ديسمبر باش نكملوا في الاواخر العام. فهاد العمليه اللي هي استثنائيه، دونك هي ظرفيه.
من هنا لاواخر هذه السنه غادي نحاولوا ننظموا واحد المنتدى ليزاسيز المنتدى مناظره نحاولوا ننظموا واحد المناظره وطنيه اللي تكون شموليه يكونوا فيها كاع الناس في السلسله الاقتصاديه ديال القطاع ديال الصحافه المكتوبيه والمكتوبه ولكن ايضا كاع الناس في كاع المكونات المتعدده في هذا القطاع باش نصيغوا واحد المنظومه ديال الدعم ديال الصحافه الجديده ديال 2021 اللي ان شاء الله غادي نتفقوا عليها. انا كنظن بان العنصر البشري هو الاساس في هذا الشيء حيت المقاوله الصحفيه اللي كتستثمر في القطاع المهيكل واللي كتستثمر في الموارد البشريه الطاقات البشريه ديالها في الصحفيين. اذا ما كايناش صحافه بدون صحفيين. دونك قلنا غادي نمشيو في هذا الاتجاه وعلاش حيت هذا التحمل ديال الاجور ديال الصحفيين كنديروا على اساس ليليز ديال لا سي ان اس اس وهاد لا سي ان اس اس كتعطينا واحد الضمانه ما يمكنش ما فيش دريبلاج كاين لا سي ان اس اس. دونك كنمشيو على اساس هاد لا سي ان اس اس كتسهل علينا الماموريه ديال المراقبه وكتعطي واحد الاشاره واضحة المقاولة ديال القطاع بأن غادي نمشيو في الاتجاه ديال التثمين ديال الموارد البشرية والصحفيين. قد ما الصحفيين أو طلبة في الصحافة لقاو شغل في مقاولات مغربية في القطاع المهيكل قد ما الديمقراطية المغربية والقطاع ديال الصحافة غادي يكون في واحد الموقع إيجابي إن شاء الله. والحوايج الاخرى راه كنت ديجا علمت عليها 15 مليون ديال الدرهم في الدعم ديال المطابيع 15 مليون ديال الدرهم في الدعم ديال الاذاعات الخاصه عبر شراكه مع الجمعيات الاختي. وهنا بغيت ننوه بالدور اللي لعبته سميتو الاذاعات الخاصه في الفتره ديال الحجر حيت الى 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 تذكرتو كنا كنسمعوا المواطنين كيعيطوا على هاد البرامج في الاذاعات الخاصه وكيقولوا اللهم هذا منكر راه كنت دايز من هاد الزنقه ولا هاد السوق ولا هذا وهذا راه شفت هاد السلوك الى اخره. هاد التجاوب حيت التواصل ما بين الدوله والحكومه والمجتمع كيخصو يكون ادوبل سانس ماشي غير الدوله اللي كتقول بحال داك سميتو البراح اللي كيغوت ماشي غير راه هذا سي اسانس اونيك كيخص تجاوب وهذا التجاوب كيتم عبر هذه البرامج اللي كانت في الاذاعات الخاصه. هادشي علاش بغيت ننوه بالدور اللي قاموا به خاصه في هذه الفتره هذه. 15 مليون ديال الدرهم ديال الدعم في التوزيع ديال الصحف باش تكتمل هذه السلسله الاقتصاديه ديال قطاع الصحافه. وهنا واحد الاجراء جديد اللي غادي اول مره غادي نعلن عليه ان غادي زدنا واحد الميزانيه ديال 30 مليون ديال الدرهم من ميزانية القطاع في 2020 من أجل دعم باقي المقاولات الصحفية الحاصلة على الملائمة. شنو المشكل؟ حيت هنا ملي كنتكلموا على الدعم ديال المقاولات الصحفية الدعم الاستثنائي كنعنيو غير دوك المقاولات اللي صفتوا لنا ملفات ديال الطلب ديالهم ديال المساعدة ديال الدعم واللي كانت اللي كانوا كيوفيو المعايير اللي كانت في الدعم ديال 2019 اللي كان في العقد البرنامج اللي ما بقاش. ولكن واحد العادات ديال المواقع الالكترونيه اللي عندها حاصله على الملائمه وعندها صحفيين مقيدين في لا سي ان اس اس جوج ثلاثه الصحفيين مثلا واللي ما كانتش كتولج لهاد المنظومه ديال الدعم. دونك زدنا واحد 30 مليون ديال الدرهم اللي غادي نخصوها لهاد المقاولات هذه اللي هي خاصه هي مقاولات صحفيه جهويه في المناطق الحدودية أو في قطاعات متخصصة مثلا الصحافة الرياضية الصحافة الجهوية المحلية إلى آخره. هادو كاملين غادي يكون عندهم واحد الدعم جزافي اللي غادي يكون فونكسيون ديال العدد ديال الصحفيين اللي مقيدين عندهم في لا سي ان اس اس. دونك هادشي باش ما نقصيوش واحد العدد كبير ديال المقاولات الصحفية من هذه العملية ديال الدعم. الصحفيين التقنيين يعني الصحفيين
هادوك 150 مليون درهم كتمشي عند العاملين، فيها الصحفيين وفيها الـ وفيها الـ وفيها الغير صحفيين. هادي غادي المبلغ الجزافي اللي غادي تعطى لهادو غادي تحدد نظرا للعدد ديال الصحفيين اللي غادي يخدموا فيهم اللي هما مصرح بهم في السي ان اس اس. دونك هاد العمليه كامله شنو هو سميتو الهدف ديالها، هي اننا نعطيو واحد الاشاره واضحه شنو هي فين غادي هاد القطاع، حيت واحد العدد الناس كيتسائلوا كيقولوا فين غادي هاد القطاع، واش غادي نمشيو للرقمنه 100%، واش غادي نمشيو كي غنديروا باش نقيسوا هاد المقاولات، واش من دعم الحكومه غتعطي لهاد المقاولات. ما يمكنش لينا نقولوا، حيت البعض كيقول لي كنسمع بعض الملاحظات كيقولوا كورونا لا رقمنا 100% رقمنا، ما تعاودوش تهضروا مع الناس الوراقي، رقمنا. بون، انا كيعجبني ليا الفرق ما بين الصحافه الورقيه والصحافه الرقميه هو نفس الفرق اللي كاين ما بين المسرح والسينما. ما يمكنش نقول للناس المسرح انتم صافي راه التطور التكنولوجي قضى عليكم، دخلوا لديوركم، اليوم دابا غنديروا السينما، كاين غير السينما، سي با بوسيبل. كل تكنولوجيا ما كتجيش تحذف التكنولوجيا اللي كانت من قبل، كتجي كتزاد كتضاف عليها، وهذه الاضافه هي اللي كتجعل المنظومه متكامله. كيمكن الناس اللي خدامين في المسرح يمشيو يخدموا في الافلام، وهذا هو ما بغيناش نمشيو في الاتجاه نقولوا الناس صافي دابا راه المستقبل هو الرقمنه ونساو داكشي الباقي. هذا الشيء شكون اللي غايقول هذا الشيء؟ ماشي الدوله، خاص المستهلك هو اللي غادي يدي السوق لهاد البلاصه ولا لهاد البلاصه، المستهلك. حيت المستهلك بما ان كاينه الملايين ديال المستهلكين هما اذكى من موظف في الوزاره اللي غادي يقول راه كيبان لي يلا نشوف هاد الشيء ولا الاستراتيجيه هي هادي. لا، خصنا نحذو مع المساله، ما نمشيوش 100% رقمنا، ولكن نعطيو الوسائل باش المستهلك هو اللي غادي يقول لنا فين غادي نمشيو، ودقه دقه ان شاء الله. انا اللي ما بغيش نعطي هذه الاشاره ديال الرقمنه اتو بري، حيت كنظن انا هي غلط نفق مسدود، ولكن نعطي واحد الاشاره بان في هذا النموذج التنموي الجديد اللي بغينا نعوضوا فيه لا ماتيير غري لو بيتون سيما والحيوط، نعوضوها باللا ماتيير غريز وبالادمغه وبالطاقه البشريه، في هذا النطاق هذا نمشيو في واحد نعطيو اشاره بان هذا الدعم غادي يمشي للعنصر البشري والانساني اساسا، اللي غادي يكون هو العنصر البشري هو المعيار ديال هذا الدعم. هذه في العمليه ديال الدعم الاستثنائي ديال اللي كنذكروا فيها ديال 2020 2021 غادي نحاولوا نمشيو في هذا الاتجاه ونشوفوا مع الشركاء ديالنا في القطاع باش نجيو بواحد سميتو المنظومه الجديده اللي غادي تركز على العنصر الانساني وغادي تركز على الهيكله، نخرجوا من القطاع الغير مهيكل. هذا مهم جدا، حيت في هذا القطاع ديال الصحافه خاصه الصحافه الالكترونيه راه كاين بزاف ديال الناس كيحصلوا على الملائمه ولكن ما عندهمش بطاقه الصحافه، وكيخدموا في واحد لافيرونمون اللي ما كيخليهمش يمشيو للجوده ديال المعلومه. وكتعرفوا بان في هذا السياق اللي الاستثمار في الاشهار غادي وكينخفض في ازمه لهاد الهشاشه اللي كتولي عند المقاوله الصحفيه، هي خطر، كتكون خطر على الديمقراطيه والجوده ديال المعلومات اللي كيتم التداول ديالها والمصداقيه ديالها وعدد الامور. الوزير، بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيد الرئيس. انا اولا بغيت نشكركم على هاد الاقتراحات وهاد الاقتراحات البناءه وهذا الروح ديال الشراكه اللي بيننا وبين هاد اللجنه. بغيت نضيف ان انا جيت لهاد القطاع بكل تواضع، حيت ما كانش الاختصاص ديالي في الاصل، ولكن كانت عندي ميولات او شخصيا، وقلت لكم داك النهار بان الثقافه عندي حاجه عاليه جدا، وكاين واحد المثل كيقول بان الثقافه هي اللي كيبقى ملي كيتنسى كل شيء،
وهذه العمليه ديال النسيان كتوقع في مدى الحياه ديال الشخص، ولكن كتوقع ايضا ما بين الاجيال. وعجبتني المداخله ديال السيده النائبه ملي تكلمت على كون هذا الاعلام العمومي او التلفازه خدات بلاصت الجدة في الدار ولا يمي ولا كل واحد. هذه نقطة مهمة جدا باش نفهموا، حيت بعض الناس ولا بعض المداخلات كتقول كيفاش ان هذا البيريمتر ديال هذه الوزارة، كيفاش نجمعوا بين الشباب والرياضة والثقافة والاتصال. انا كيبان لي واحد المبرر اللي هو مهم جدا على هذا البيريمتر الموسع، هو كون هذه الأنشطة كلها كتدخل في الإطار ديال الطونليب، الزمن الفارغ ديال المواطن، ياك زمن الفارغ الفراغ الزمني. اش كيدير المواطن ملي كيسالي من الخدمة وكيسالي من عائلته؟ كيبقى ليه يمشي للسينما، كيبقى ليه يقرا كتاب، كيبقى ليه يمشي يمارس شي رياضة ولا يخدم على نفسه الصحة ديالو، كيبقى ليه يتفرج في التلفازة مثلا الى اخره، كيبقى ليه يقرا الصحف. هاد الانشطه كامله داخله في هاد الحيز الزمني اللي كيبقى لو تيغ طون، اللي كيبقى من بعد الوقت المهني والوقت العائلي. اذا كاينه واحد كاين منطق في الكون جمع هاد القطاعات كلها في وزاره واحده، دونك هي وزاره الوقت الفارغ. وهذا الوقت الفارغ كيفاش كيتملا كاين النفقات الثقافيه الرياضيه الى اخره، ولكن كاين اللي كيتسمى لا بيراميد دو ماسلو في لا هيراركي، القاعده ديال لي بيزوان، سمحوا لي، الحاجيات ديال الانسان. وهذه ديال الثقافه كتلقاوها الفوق، ها النوم، ها الصحه، ها الطعام الى اخره، وحنا غاديين. ولكن قد ما مجتمع كيبقى غادي في ديك المسار ديال التنميه ديالو، قد ما كتبان ليه كيبانوا ليه دوك لي زيطاج سوبيريور اساسيين. يمكن هذه 20 عام ولا 30 عام كانت الثقافه كتبان وسيله من وسائل ولا برودوي لوكس، ولكن اليوم ولات من الاساسيات. وراكم كتعرفوا بان الشباب ديالنا راه ما بقاش كيقارن مع افريقيا ولا العالم العربي، ولا ما تهضروش مع ها مصر، ها الاردن، ها بوركينا فاسو. راه الناس الشباب كيشوفوا اوروبا، كيشوفوا اسبانيا، كيشوفوا البرتغال، فرنسا، الامريكان، كيشوفوا داكشي كامل اللي كيبان لهم في اليوتيوب. وكتعرفوا بان الشباب العربي ماشي غير المغربي، ولكن خاصه المغربي، الشباب المغربي عنده من اعلى نسب المشاهده على يوتيوب. علاش؟ خصنا نتسائلوا علاش، كيفاش؟ وهادو الشباب اللي كيشوفوا المكانه ديال هاد الثقافه في بلدان اخرى، وكتبان لهم هاد الهوى بين البلدان المتقدمه. اذا انا كوني وزير الثقافه والشباب والرياضه في بلاد مازال في طور التنميه، كاينه خصوصيات اللي خصنا ناخذوها بعين الاعتبار. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، بغيت حتى واحد منكم ما ذكر هذه المسألة ديال النموذج التنموي الجديد. وإلا ذكرتوا أول تصريح درته ملي جيت في الوزارة، قلت بأن هذه الوزارة المصير ديالها مرتبط بهذا النموذج التنموي الجديد. شنو هو المصير؟ تكلمنا هذه يومين على شنو بغينا. راه كاين شبه إجماع، كنقولوا نقلوا، راه درنا بزاف ديال البني والحيوط والصيما الى اخره، وقصرنا شويه في الموارد البشريه او في العنصر الانساني. دونك بغينا نبدلوا هاد الموارد الماليه اللي كانت كتمشي للبني ولا ليكيبمون تولي تمشي لهاد العنصر البشري. وهنا شنو هي الوضعيه ديال هاد القطاع ديال الثقافه؟ مثلا عندنا 51 موظف 51 موظف اللي غادي يمشي للتقاعد هذا العام 2021، 21 في هذا العام 2020، 51 اللي غادي يمشيوا للتقاعد العام الجاي 2021. هاد وحنا النومبر دو بوست اللي غادي تخلقوا او اللي غادي تخلقوا في هذا العام صفر. اذا الا بقينا في هذا التوجه،
غادي تخوى الوزارة. وهذا الشيء اللي هذا الكلام اللي قلت لكم دابا راه يمكن لي نقولوا على وزارة الشباب والرياضة. الشباب والرياضة راه كان فيها 11000 موظف هذه 20 عام، دابا ولينا في 3500 تقريبا، وحنا غاديين في هذا الاتجاه. دونك خصنا نشوفوا في هذا النموذج التنموي الجديد شنو هما الاختيارات الكبرى والمهيكله اللي غادي نديروها. انا كنفضل دابا اليوم عندنا الميزانيه غادي تزاد فيها الميزانيه ديال الاستثمار باكثر من 40% نسبه 40% ديال الارتفاع، ولكن اللي خصنا ماشي الاستثمار، اللي خصنا هما الموظفين باش يخدموا. كيفاش ان وزاره فيها 1500 موظف غدير واحد الخدمه على جل التراب الوطني؟ كنقرا غير البارحه داك واحد المشروع ديال واحد المصنع ديال لي باليولين اللي غادي تحل في المدينه ديال طنجيتك ديال طنجه. مصنع ديال لي باليولين 2000 واحد اللي غادي يشغلوا ليه، هما راه غير كيصنعوا دوك لي باليولين. وكيفاش ان وزاره كلها خصها تدبر الشان الثقافي في 12 جهه الى اخره وفيها 1500؟ دوك هذا هو انا كيبان لي هذا هو الاختيار اللي خصنا نمشيو فيه. و طبعا انا ما جيتش نبكي عليكم نقول لكم خليو هذا الشيء حتى للنموذج التنموي دابا راه هذا الشيء اللي عطى الله. خصنا نفكروا حيت ومن في هذا التفكير نفكروا شنو هما الاشكالات وشنو هو التشخيص. غنجيكم دابا المساله ديال قلنا كاينه بعد البنيات التحتيه اللي كتبنى كتجهز، وملي كنجيو باش نحلوها كنلقاو مشكل في الموارد البشريه. هذا الاشكال مطروح في قطاع الثقافه ومطروح في قطاع الشباب والرياضه. الشباب والرياضه راه كاين واحد العدد ما نقولش اكثر من 100 دور الشباب اللي مغلوقه في هذه الساعه، وما مغلوقهش على مشاكل بنيويه ولا حاجه اخرى، مغلوقه حيت ما عندناش شي واحد الموظف اللي غادي يمشي يحلها الاطور. دونك شنو هو الحل؟ انا كيبان لي الحل كاينه واحد جوج ولا ثلاثه ديال الحلول اللي يمكن لينا ندرسوها ونشوفوا. الحل اللي كيبان لي انا هو الانجع هي الرقمنه هي الاداه اللي غادي تمكننا نجعلوا من واحد الموظف اللي كان بوحدو يولي يدير الخدمه ديال 3 4 10 ديال الموظفين. دونك هذه المساله ديال الرقمنه، وراكم لاحظتوا بان في البرنامج العمل ديال 2021 واحد العدد النص ديال المشاريع متعلقه بالرقمنه وماشي سبان غادجيت، حيت بعض المرات الناس كيقولوا وزير الشباب باغي يدير الرقمنه خليه يدير، راه ماشي سبان غادجيت، راه اساسي جدا. الا كنا ما كنقدروش نعوضوا الموظفين اللي كيمشيو للتقاعد خصنا نمشيو 1000% في هذا المسار ديال الرقمنه. الحل الاول. الحل الثاني، كاينين موظفين اللي كان يمكننا نتسلفوهم من عند المجالس او البلديات. هذا المشكل راه هادشي اللي كيدار دابا هاد 7 سنين اللي كيدار هاد الحل هذاك، ولكن المشكل شنو هو؟ حيت ملي كتمشي لشي بلديه كتقول لهم والعار بالمزاوقه عطيونا شي موظف يجي غير بعدا يحل لنا دار الشباب ولا دار الثقافه ولا غير ما تبقاش مسدوده هكا، راه الفلوس المال العمومي ما يمكنش. طبيعي جدا انهم يعطيونا اللي ما محتاجينش ليه، الموظف اللي ما محتاجينش ليه، اللي ما كتكونش عنده تجربه في المسائل الثقافيه او الرياضيه او الشبابيه الى اخره. دونك دونك كنديروا استثمار مهم جدا في البني في التجهيز، وملي كنجيو نحلو كنحلو بموظف اللي ما كتكونش عنده المواصفات اللي خصو باش. والمشكل شنو هو في هذا النموذج التنموي الجديد؟ الا قلنا ما نبقاوش هذا دابا كيقول لي دار الثقافه هي بنيه تحتيه، ماشي انا ماشي البنيه التحتيه اللي كتهمني، اللي كيهمني هو البرمجه الثقافيه. هذا البني ما هو غير الاطار او الباز السوبور لهذه البرمجه الثقافيه. قول لي شحال المسرحيات غادير، شحال الناس غادي يجيو الى اخره. دونك باش نمشيو في هذا الاتجاه ديال العنصر البشري والانساني ونمشيو في الاتجاه ديال البرمجه الثقافيه اللي هي المهم، هي المغزى، خصنا نبدلوا الطريقه باش كنفكروا. وكاين واحد الحل الثالث، دونك قلت لكم نقدروا نتسلفوا الموظفين من عند البلديات مثلا، ولكن خصنا نزيدوا واحد الحلقه اللي 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 تكوين
قبل ما يجي السيد مرحبا، ولكن التكوين خصنا نديرو ميزانيه باش نكونوا الناس واحد 4 شهور 6 شهور الى اخره، باش قبل ما يجي نعطيوه السوارت يبدا يحل دار الشباب ولا دار الثقافه بحال شي كراج في الصباح وفي العشيه، خصو تكوين باش يعرف شنو فين غاديين، شنو هي الاهداف والاستراتيجيه ديال الوزاره، وشنو هي هاد البرمجه الثقافيه اللي بغينا نوصلوا ليها. اما هذاك البنيه ولا دوك الحيوط راه ما الا ما هما الا وسيله باش نوصلوا للهدف. وكاين حل الثالث هو التدبير المفوض. هذا التدبير المفوض شنو هو؟ عندنا دار الثقافه مثلا، كنقول دار الثقافه ولكن هادشي راه كيجري عليه في المراكز الثقافيه الى اخره، كاع البنيات التحتيه كنجيو عند الجمعيه كنعطيوها السوارت، ها السوارت ديال البنيه التحتيه، كنعطيوها دفتر التحملات، ها اللي خصك دير هاد العام، ها المواصفات وهالاهداف المرقمه الى اخره، والبرنامج الثقافي اللي بغيناك ديرو، دفتر التحملات، وكتعطيه اون سوبونسيون دعم، ياك دعم سنوي فوالا. فهاد الدعم سنوي غتدخل كل شيء، غدير فيه هذاك السالير ديال الموظف اللي كنت انا غنخلص عليه، انت غتوظف شي واحد، غدير فيه الفونكسيونمون ديال الماء الضو الى اخره، وغدير فيه التسيير، وغدير فيه الميزانيه ديال الاستثمار الا كان مشكل شي السقف ولا شي حاجه اللي خصو يتعاود. انت هاد الدعم هذا السنوي غتخرج منه كل شيء، الاستثمار التسيير الى اخره. دونك هادشي مزيان في ملي كتلقاه في البوربوينت كيبان لك مزيان، في الورق كيبان مزيان. المشكل في التنزيل ديال هاد التدبير المفوض، شنو هو المشكل؟ المشكل الاول القدره ديال النسيج الجمعوي باش يقوم بهذه العمليه، باش يكون في هذه الشراكه. ماشي كاع الجمعيات عندهم النجاعه باش يوصلوا لهذا المستوى ديال التدبير، هذا المشكل الاول. المشكل الثاني، شكون اللي غادي يراقب هاد الجمعيات وهاد العدد الجمعيات؟ تصوروا يكونوا 50 ولا 100 ولا 150 بنيه تحتيه اللي غادي نفوضوا التدبير ديالها للجمعيات، شكون فينا هما هاد الموظفين اللي غادي يراقبوا هاد دفتر التحملات؟ واش غادي يراقبوه مره في العام؟ واش في نوفمبر يمشيو تمشي لجنه اداريه وتبقى تدور على عباد الله باش تشوف واش درتي؟ ما يمكنش يدار هاد المراقبه مره في العام، كيخص هاد المراقبه تكون ان كونترول كونتينيو مستمر طول العام. دونك خصنا نشوفوا هادي حتى هي راه كاين الحل ديالها اللي هو الرقمنه. الا كانوا الكاميرات في هاد البنيه التحتيه، والا كان بي سي سنترال في الوزاره اللي كيراقب وكيشوف شحال الناس كيدخلوا، شحال الناس كيستعملوا البنيه التحتيه والتجهيزات اللي كاينه الى اخره، كيمكن ليه يدير واحد المراقبه مستمره طول العام. وملي نوصلوا لذاك نوفمبر باش نقيموا هاد الشراكه والتدبير المفوض، ديك الساعات راه عندنا المعطيات، وعاد كان يمكن تمشي شي لجنه استطلاعيه ولا اداريه تشوف في سيغ بلاس وتقول لنا فورا هاد الجمعيه مزيان عاودوا مع الشراكه العام الجاي. والمشكل اننا خصنا نديروا هاد ثلاثه د الحلول اللي قدمت لكم، خصنا نمشيو فيها كامله، حيت كل وحده عندها لي زافونتاج ديالها، وكل وحده غادي تعطينا واحد النتيجه، وكل وحده غتكون ملائمه مع الوضعيات اللي هي خاصه في كل جهه، كل جهه فيها وضعيات خاصه جدا. هذا من الناحيه ديال الموارد البشريه، وكنتمنى ان من هنا يناير ياك اللي غادي يخرج النموذج التنموي الجديد، كنتمنى ان تكون في هذا التقرير اشارات في هذا الاتجاه. المساله الثانيه، تكلم سي النائب المحترم ابو زيد، تكلم على ندوزو من الفلسفه ديال الدعم للفلسفه ديال الاقتناء، وخاصه الاقتناء ديال الكتب. بغيت غير نقول بان راه هذا العام في هذا الدعم الاستثنائي اللي درنا فيما يخص مجال الكتاب، ارتكزنا على الاقتناء ديال الكتب، وشرينا اكثر من 100,000 كتاب، 100,000 كتاب. هذه عمليه اول، يعني 100,000 نسخه من الكتب. هاد 100,000 نسخه اول مره كنظن دارت السنه الماضيه، ما كناش كنشريو هذا العدد. دونك هذه اول مره اللي شرينا واحد ستوك ديال 100,000 نسخه ديال الكتب مغربيه اللي درت في المغرب والى اخره. هاد 100,000 كتاب غادي توزعوا على المكاتب العموميه
اللي عندنا في القطاع الثقافه وغير والمكتبات غير التابعه للوزاره وخاصه المكتبات التابعه لقطاع التربيه الوطنيه. وهنا بغيت نشير حيت قلت لكم كنشكركم على الاقتراحات البناءه. من بين الاقتراحات اللي كتبان ليا في الصميم هي نكتفوا من هذه الشراكه ما بين القطاع الثقافه والتربيه الوطنيه، حيت كما قال سي جمال راه هاد دور الشباب ولا دور الثقافه اللي كاين دابا راه عندنا المدارس العموميه، خصنا نمشيو في هذا الاتجاه باش نبداو نستعملوا هاد المدارس العموميه خارج اوقات الدراسه باش نمشيو وكندرسوا هاد الاتجاه في القطاع الشباب والرياضه باش نشوف التنشيط ديال الرياضه المدرسيه. بغيت نوريكم واحد البيان ديالو ورا هذا بيان ديال لونكيت بيزا. لونكيت بيزا اللي كديرها ياك لو سي دي يمكن اللي كيديروا هاد لونكيت. المهم كيديروا واحد لونكيت على ما شعلتش هنايا اي انا شوف هذا سولوا التلاميذ في العالم واش عندكم كثر ولا قل من 10 ديال الكتب في الدار. صادي واش عمركم شفتوا اكثر من 10 الكتوبه في الدار عندكم في الصالون ولا عندكم في كتلقاو بان المغرب 44% ما عندهمش. وهذا مشكل كبير مشكل كبير الى درجه ان راه قلت لكم الشباب المغربي راه غادي في داكشي ديال اليوتيوب والرقمنه الى اخره، ولكن هذه العمليه ديال النسيان اللي تكلمنا عليها اللي الثقافه هي حرب ضد النسيان، هاد العمليه النسيان راه غتبقى مستمره ما دام اننا ما عندناش كتب في الديور في العائلات المغربيه. هذا هو المشكل الكبير. وبغيت نقول بان القراءه او دعم الكتاب انا كنظن بان الاولويه ديال القطاع خاصها تكون دعم الكتاب وخاصه الكتاب الموجه للشباب والاطفال. وعلاش؟ حيت الدرهم اللي الدولة كتستثمره في الأطفال كيساوي 20 درهم اللي غادي يستثمره نفس هاد الدولة في نفس الطفل 20 عام بعد ملي كيكون في التكوين المهني ولا كيوصل كيكون كبر. هاديك 20 درهم ما تسواش داك الدرهم الواحد اللي غادي نستثمره فيه قبل ما يكون عنده 14 عام ولا 18 عام في القراءة. دعم القراءة هاد القراءة هي اللي غادي تجيب لنا القراءة ديال الصحف ولا الاهتمام بالمواضيع الاجتماعية او السياسية اللي كاينة في هاد البلاد. إذن انا كنظن الأولوية خاصها تمشي للأطفال وحاولنا نمشيو في هاد الاتجاه ملي درنا هذيك السلسلة في التلفازة ديال الأطفال والثقافة، ما عرفتش واش يمكن شفتوها ولا لا. كنظن ان خصنا هاد الزمن القصير ديال الثقافه والزمن الطويل ديال التراث خصنا نستثمروا فيه ونمشيو نيشان للاطفال والشباب حيت هما اللي غادي يمكنونا في طول الحياه ديالهم باش يفهموا شنو هي هذه الاهميه في طول الحياه ديالهم. مساله ثانيه هذا السؤال اللي طرحتوه عليا ديال هذا القطاع الاتصال شنو هو المستقبل ديالو، واش تحيد واش ما تحيدش. انا هادو مسائل ما كنفهمهاش حيت كاينه اداره كاين كاتب عام كاينه ميزانيه كاع ما مدمجه مع الميزانيات الاخرى. دونك القطاع كاين موجود ملي اختفت كلمه، انا كنت في وزاره الصناعه قبل، ملي اختفت كلمه الاستثمار وكنت مكلف كاتب الدوله مكلف بالاستثمار، ملي اختفت كلمه الاستثمار من السميه ديال وزاره الصناعه حتى واحد ما نهضر قال لكم ما بقاش وزير استثمار في هذه البلاد، ما بقاش لامديو، ما بقاش عندها قطاع وصي الى اخره، حتى واحد ما طرح هذا المشكل. اذا هذه المساله ديال شنو هو المستقبل ديال قطاع الاتصال خصنا نكونوا واضحين واش في هذا السياق دابا اللي النسبه ديال المشاهده ديال المواطن المغربي التلفازه او السمعي البصري الوطني داس من 3 السوايع ل 4 السوايع وربع شي حاجه هكاك، وتكلموا وكنتكلموا على المصالحه ما بين السبيكتاتور المغربي والقطب العمومي
والصحف الى اخره. واش في هذه الظرفيه كتظنوا بان غادي نحيدوا قطاع الاتصال؟ فهذه الظرفيه اللي كنفهموا فيها بان التطورات التكنولوجيه كطرح واحد المشكل ديال السياده فيما يتعلق بالمنصات الالكترونيه الى اخره، واش كتظنوا بان الدوله والحكومه المغربيه غادي تسمح في قطاع الاتصال تقول لا في هذا الوقت خلي الناس يمشيوا اليوتيوب والفيسبوك وهذا القطاع خليه يتحيد كاع يولي مديريه كما كتقول؟ انا عندي تحفظ ونقول لكم هادشي راه ما منو والو. انا كيبان ليا القطاع مازال مستمر، طبعا يمكن تكون نخدموا اكثر على لي سينيرجي التقائيه بين هاد ثلاثه د القطاعات، ولكن كاينه وزارات اخرى اللي فيها جوج ثلاثه اربعه ديال الكتاب العامون. دونك هاد المشكل ما مطروحش، وبغيت شو فو راسوري بوزارة المول. فيما يخص الاستراتيجية الثقافية، واسمحوا لي راه غادي نحاول نجاوب على بعض الاسئله، ولكن الباقي غادي نكلف الساده الكتاب العامون يجاوبكم كتابيا حيت يمكن ما نكونش عندنا الوقت. ولكن الاستراتيجيه الثقافيه دابا وصلنا ل كتبنا هذاك السي بي اس ديال المارشي وجدناه، دابا غادي ندوزوا للتنفيذ ديالو باش نلانسيو هذا المارشي ان شاء الله. اللي خصنا نفهمه هو حيت كل شيء كيتكلم على الميزانية، ميزانية ضعيفة 0.3 ولا 4% ديال الميزانيات إلى آخره. وطبعا أنا كنت فهم المسألة الأولى أن هذه وقت أزمة اقتصادية، وزارة المالية راه عندها انخفاض في الموارد الجبائية إلى غوسات فيسكال، يمكن الى عقلت مزيان اكثر من 40% ديال الانخفاض. دونك الغالب الله حنا ياك شحال 30 مليار اللي مشات. دونك وفي هذا الوقت الزمن هذا عاد غادي نواخذهم نقول لهم علاش راه خصكم تزيدونا الى اخره. انا كنتفهم هذا الاشكال اللي هو ظرفي، حيت هيكليا الناس ديال وزاره الماليه راه ديما تعامل ايجابي معنا وديما كيجاوبونا في ملي كتكون شي مشكل كنحلوه معاهم. المشكل شنو هو؟ المشكل ان هذه الظرفيه الاجتماعيه واقتصاديه عندها خصوصيات وكيخص واحد الكلمه كبيره بزاف ولكن غنستعملها، واحد الروح ديال التضامن بين الوزارات. راه كاين ترتيب ديال الاولويات وخصنا نفهموا هذه القضيه. واخا انا كنقول لكم انا كوزير وصير راه خصني ميزانيه واكثر، ولكن خصني نفكر ما نبقاش في داك الفصافاس مع وزاره الماليه ونشوف شنو هما التنويع ديال مصادر ديال التمويل ديال هاد المنظومات الثقافيه. التوجه الاستراتيجي الاول هو اللي قدمته لكم هذه يومين، هو اننا خصنا نستثمروا في التراث المغربي، حيت هاد التراث هو اللي غادي يمول لنا المجال الفني. هاد الدعم وهادشي كامل راه الفلوس ديالو كيجيو من التراث. 99% ديال الموارد الماليه ديال الفناك الصندوق ديال الوطني للعمل الثقافي 99% كتجي من دوك التذاكر ديال المواقع الاثريه. اذا خصنا نستثمروا في هذه المواقع باش نخرجوا منها واحد القيمه مضافه اللي غادي تمشي. دوك كل مشروع اللي فيه استثمار في التراث ما خصوش يبان بانه راه خارج التغطيه ولا شيء، راه نسينا الفنانه وكنمشيو للتراث اللي ماشي هو حي. راه مباشره كاينه علاقه مباشره ما بين التراث والفن. المساله الثانيه، الحل الثاني هو اننا نخدموا على الادوات الماكرو اقتصاديه اللي غادي تمكننا باش نفهموا شنو هي الاهميه الاقتصاديه ديال قطاع الثقافه. وشي واحد منكم تكلم على ان فرنسا النسبة ديال الناتج الداخلي الخام اللي كتمشي من قطاع الثقافة هي 7 المرات، كتفوق 7 المرات النسبة ديال قطاع السيارات، صناعة السيارات مثلا. بون كاينه اسباب تاريخية، فرنسا هي اللي اللي اللي
اللي اختارات هاد وزارة الثقافة ولا هاد السياسة الثقافية دوك عندها واحد لافونس، ولكن يمكن لينا نمشيو في هاد الاتجاه، ولكن خصنا ادوات. هاد الادوات شنو هي؟ نعرفوا مثلا ملي كتنفق درهم في الثقافة شحال ديال الدراهم ديال الناتج الداخلي الخام كتخلق في القطاعات الاخرى، في النقل، في السياحة، في الصناعة التقليدية الى اخره. راه فسرت هاد المسألة هادي يومين. إذن خصنا نخدمو في هاد الادوات الايكونومترية، وهي من بين الوسائل اللي غادي تكون في هاد الاستراتيجية الثقافية اللي ما غاتعطيناش فين خصنا نمشيو، غادي تعطينا غير داك الطوموبيل باش نمشيو لديك دوك الادوات. وكاين واحد المصدر ديال التمويل اخر اللي هو القطاع الخاص. هنا خصني نفسر مزيان النقطة الاولى. ما عمرش شركة القطاع الخاص هي اللي غادي تدبر مواقع الأثرية، هادشي ممنوع ولا ما كاينش، ولكن خصنا نشوفو شي وسيلة ولا شي طريقة باش نوظفوا هاد الموارد المالية اللي يمكن تجي من القطاع الخاص في هاد السياسة الثقافية. كاين هاد البرلمان، هاد المؤسسة البرلمانية صوتات على واحد المقتضى اللي كان في القانون المالية في أواخر الثمانينات إلا عقلت مزيان، اللي كيعطي لكل شركة خاصة اللي كدير دون، شنو هو دون؟ هيبة، فوالا، اللي كدير هيبة في الفناك، الصندوق الوطني للعمل الثقافي، كل شركة خاصة اللي كدير هيبة في هذا الصندوق كيمكن ليها تحيد هذاك المبلغ ديال الهيبة من القاعدة الجبائية ديالها، ديدكتيب فيسكالمون. الى غايه 1.5% ديال رقم المعاملات ديالها. هذه سن الكارت فيسكال، هذه تحفيز جبائي مهم جدا. كون كنا في زمن غير زمن جائحه راه كون بديت به، كون بديت به في هذا العرض، ونقول لكم نبقى غير نطرق الباب ديال هاد الناس في القطاع الخاص باش نجيب هاد الفلوس. دابا راه كاين واحد هاد الجائحه، ولكن يمكن لينا نمشيو في هاد الاتجاه. علاش دابا هاد القطاع الخاص يمكن يدير هبات في هاد الصندوق؟ يمكن يدير هبه يقول لنا مثلا انا باغي نستثمر ولا نشارك في الترميم ديال هاد الموقع الاثري الى اخره، غادي ندير هبه في هاد الصندوق، والصندوق والوزاره نديروا شراكه، نديروا سميتو كونفنسيون، اتفاقيه، نديروا اتفاقيه الشراكه اللي كتقول بان الصندوق والوزاره كي سونغاج باش يدير الترميم ديال هذا الموقع الاثري بهذا المبلغ ديال الهبه نيت. دونك يكونوا بحال الا قلتوا دي دون فليشي، هبات موجهه، هبات موجهه. هذه حتى هي هذا حتى هو حل لكي يحافظ على الاستقلالية ديال السياسة العمومية في الثقافة والقطاع الخاص، ولكن كيوظف هاد الموارد المالية اللي يمكن ليها تجي من القطاع الخاص في هاد السياسة العمومية اللي غنمشيو فيها ان شاء الله. ورابع حاجة، كاين واحد البوتنسيال ديال التصدير في هاد الاعمال الفنيه اللي هو مهم جدا. وكتشوفوا اليوم راه واحد العدد ديال الشباب المغاربه اللي يروحوا في يوتيوب الاغاني ديالهم ولا السبيكتاكل والمعارض الى اخره، وكيكون عندهم واحد الاشعاع عالمي. كتعرفوا بان الشاب المغربي واخا ما يكونش قاري، ولا يكون قاري ولكن ما قاريش مزيان، ولا ما كينفقش في الصحه ديالو المبلغ اللي هو خصو ينفقو، ولا قاعد المسائل اللي متعلقه بالتنميه البشريه عنده ضعيفه، ولكن الا عطيتوه جيتار ولا كره القدم ولا اللي كان، كتلقاوه داس الكو كيولي كلاس مونديال هو والناس كوريا الجنوبيه والامريكان الى اخره، وكيمشي كيدابز مع هاد الناس، كيتنافس معاهم في هذه المنصات الإلكترونية وكيجيب النتيجة. إذن كاين واحد الإمكانية باش الشباب المغربي يمشي يتنافس في هذه البروميير ديفيزيون مونديال في هذه المسائل اللي مربطة بالفن والثقافة والرياضة، نجي لها من بعد.
بغيت نقول ايضا ان فيما يخص قطاع الاتصال وخاصه الدعم ديال سميتو ديال الصحافه، الدعم ديال الصحافه قلت لكم جوج الاشارات اساسيه. الاشاره الاولى حيت البعض تكلم على الزبونيه ولا حوايج من هذا، راه ما بقاش نتكلموا عليه حيت دابا راه نمشيو في الاتجاه ديال العنصر البشري ولا سي ان اس اس، ما كاينش التيراج ولا البابيي ولا دوك. بقينا دابا شي حاجه علميه اللي هي لا سي ان اس اس، كتعطيك العدد ديال الناس والاجور ديالهم كتخلص عليهم، ما كاين لا زبونيه لا والو. هذه الاشاره الاولى نرتكزوا على العنصر البشري، حيت ما كايناش الصحافه الا ما كانوش صحفيين، وغادي نعاود نكرر ما كايناش الصحافه بدون صحفيين. والاشاره الثانيه نخرجوا من القطاع الغير مهيكل، نخرجوا من الفوضى ونمشيو شويه شويه النظام. وهنا بغيت نجاوب السؤال على هذيك 30 مليون ديال الدعم الدعم الجزافي ديال المواقع الورقيه او غير ورقيه، ولكن اللي عندها الملائمه كاينه شروط، كاين واحد العدد شروط، ماشي غير هكاك. راه فهمت مزيان اش بغيتو تقولوا؟ راه كاين مواقع الكترونيه اللي ما كتخدمش، كاين اخرى اللي هي وهميه الى اخره. لا، درنا واحد العدد الشروط، خاصه منها غادي نذكر منها بعض هاد الشروط ماشي كلها. الملائمه تكون لاتيستاسيون ديال سي ان اس اس عادي، لاتيستاسيون فيسكال الضريبيه، والفواتير الا كان موقع الكتروني يعطيونا الفواتير ديال ليبرجمون ديال لو سيت ويب باش نعرفوا راه كاين ماشي غير وهمي. و زدنا يعطيونا لي سميتهم لي زارتيكل، شنو اللي تنشر هذا العام باش نفهموا. المقالات اللي تنشرت هذا العام، سواء كانت مقالات ورقيه ولا مقالات الكترونيه رقميه، باش نشوفوا واش هذه المقاوله الصحفيه اللي طلبات منا دعم واللي عندها الملائمه وسنسيس الاخره، واش خدامين في الصحافه ولا غير. دونك كاينه واحد العدد ديال الشروط اللي غادي تاثر هذه العمليه ديال الدعم. فيما يخص بغيت من في هذا السياق ديال الصحافه، بغيت نوجه واحد النداء من هذا المنبر. المقاولات خاصه في القطاع الخاص اللي كتستثمر في لا بوبليسيتي في الاشهار، وكنوجه لهم نداء باش يحاولوا ما امكن يمشيوا في الاتجاه ده، واحد السلوك المواطن وديال المسؤوليه المواطنه والاجتماعيه، باش يحاولوا يخصوا هذا المبلغ ديال الاستثمار الاشهاري للمقاولات صحفيه او سمعيه بصريه مغربيه، يقلوا قدر ما امكن من هذا الاستثمار اللي كيمشي للمنصات الالكترونيه في اطار لا ريسبونسابيلتي سوسيال اي انفيرونمونتال، زعما المسؤوليه الاجتماعيه، يحاولوا يمشيوا ما امكن في هذا الاتجاه. الا كان شي استثمار اشهاري يفكروا في الصحافه الورقيه والالكترونيه المغربيه، ويفكروا في القاعات ديال السينما، حيت ما عمر حتى واحد ما كيتكلم في هذه القضيه. كتعرفوا بان كتمشيو تفرجوا في شي فيلم في شي قاعه السينما، ديك 10 دقائق ولا 15 دقائق الاولى كيكونوا اشهارات، وهاد القاعه السينما راه كيعيشوا بهاد الاشارات اللي كيدوزوا في الاول ديال الفيلم. دونك يفكروا هاد لي زانونسور ولا المستثمرين في المجال ديال الاشهار، يفكروا شويه في هاد الناس باش نبقاو في هاد المساله ديال اللي قلنا اللي تكلمنا عليها ديال البريفيرونس ناسيونال، الاولويه لا الاسبقيه الوطنيه، ماشي الاسبقيه، الافضليه الوطنيه، تكون حتى هي يكون عندها واحد التنزيل في هذا المجال ديال الاستثمار الاشهاري. قلتي سيد النائب ان راه كاينه منظومه ديال الاتصال وديال السمع البصري خصوصا، والوزاره ما كيمكنش ليها تدخل في شي حوايج اللي ماشي هي في المهمات ديالها.
الخط التحريري ديال القنوات ولا ديال الجورنال التلفزي او السياسيه ديال الهاكا اللي هي مؤسسه دستوريه الى اخره. حنا الاساس ديال التدخل ديالنا هو في التشريع والتشريع دونك، وهذا كيديما راه بالشراكه مع اللجان وجوج الغرف ديال البرلمان. واخر حاجه اللي بغيت نشير ليها المساله ديال الجهويه، ماشي اخر حاجه، عندي مازال جوج نقاط. المساله ديال الجهويه قلت بان راه جات بعض الاقتراحات اللي هي بناءه، تكلمت على الشراكه مع التربيه الوطنيه، وكان الاقتراح ديال نجعلوا من هذه العمليه والمنظومه ديال الدعم ديال المشاريع الفنيه نجعلوا منها منظومه جهويه. خصنا نخدموا في هذا الاتجاه باش نشوفوا شنو هي الصيغه الانجع. واش خصنا نديروا 12 لجان، هي 12 لجان ديال الموسيقى وزيد عليها 12 لجان ديال المسرح وزيد عليها 12 لجان ديال الفنون التشكيليه، حتى شي راه خصنا نفكروا فيه. لا غير التفكير باش نفهموا اش كنديروا، واش نمشيو في الاتجاه ولا نمشيو في اتجاه اخر، تبقى لجنه وحده ونعطيو تعليمات صارمه ولا ميزانيه مخصصه لكل جهه في دفتر التحملات، ولا نشوفوا. دابا هادشي راه خصنا ندرسوا، ولكن اللي هو مهم هو الرقمنه ديال هاد المنظومه ديال الدعم، راه خدامين فيها. ونقول لهم نقول لكم واحد القضيه، هاد الرقمنه راه ماشي سهله، حيت كيخص كاينه الفتره ديال الدراسه اللي حنا فيها دابا، ملي كتسالي الدراسه هاد الدراسه كنحولوها الى مارشي، دونك سي بي اس كيخصنا نكتبوا داك السي بي اس ومقدوره دفتر التحملات ديال هاد المارشي. ديك ساعات عاد كيخصنا نلونسيو، كيخص واحد 4 شهور باش يتلونسا، نختاروا الشركه اللي غادي دير الاخري، وعادي تبدا الخدمه ديال الشركه، تبدا الخدمه ديالها والانجاز، وعاد ليفريزون ديال الانجاز كتكون فيه 4 شهور 6 شهور الى ما كانوش مشاكل الاخري. دونك هاد العمليه ديال الرقمنه راه كتبان سهله باش نقولوها، ولكن خصها شويه ديال الوقت. يمكن هاد الرقمنه ما غتوجدش العمليه ديال الدعم ديال 2021، كنقولها لكم من دابا، غادي راه خدامين في هذا الاتجاه، ولكن يمكن الى بغينا نحاولوا نسرعوا من هذه العمليه ديال الدعم ديال 2021 نظرا لسميتو للظروف الصحيه والاقتصاديه والاجتماعيه اللي كاينه دابا، يمكننا نقولوا خصنا نديروا هذه العمليه الدعم في الاول ديال العام 2021 باش نرخفوا شويه على الناس، ولكن ديك الساعات ما غتكونش مرقمنه. ولكن العمليه ديال 2022 هي يمكن لينا نقولوا بان خصها تكون مرقمه، الا ما كانش مرقمه راه غنكونوا فشلنا في هذا المسار. وفيما يخص الجهويه، حيت السيده النائبه طرحت سؤال على جهه سوس مسا، كان تم الدعم في هذا الدعم الاستثنائي، تم الدعم ديال 16 مشروع موسيقي في هذا الجهه. وبالنسبه للبطاقات الفنان 457 بطاقه اللي مشات لجهه سوس. اذا اخر دفعه هي اليوم عندنا 6500 تقريبا ديال بطاقات الفنان اللي كاينه في عند المواطنين. وهاد البطاقات الفنيه اللي مشات لجهه سوس كتجعل من جهه سوس ثالث جهه اكثر استفاده من هاد البطاقات الفنان الجديده. دونك انا فرحان انك طرحتي هذا السؤال باش نبينوا بان راه كاين واحد المجهود حتى الجهه من بعد الدار البيضاء والرباط. دونك كاين مجهود اللي كيدار الدار البيضاء فيها كل شيء، ولكن واخا هكاك. طرح سؤال على الدراسه اللي كانت غادي تنجز مع فيما يخص قطاع الصحافه. بغيت غير نغتنم هذه الفرصه باش نقول لكم بان عندنا واحد الشراكه ايجابيه جدا مع المجلس الوطني للصحافه، وهذه الدراسه غادي يتم الانجاز ديالها مع السي ان بي ان شاء الله، اللي كتربطنا معاه علاقه بناءه. وفيما يخص تنزيل ديال مشروع القطب العمومي، كتعرفوا بان هذا القطب العمومي راه تضرر من الازمه الاقتصاديه والازمه في السوق والاستثمار في الاشهار، وزيد عليها الازمه اللي كانت اللي هي ازمه بنيويه
من النهار اللي تم تراجعنا الخصوصة ديال دوزام ماشي تراجعنا كانت في القطاع الخاص ولات في القطاع العمومي. ومن ذاك النهار كنتكلموا من 2006 يمكن كتقولوا كنتكلموا على هذا القطب الموحد العمومي ديال السمع البصري. من ذاك النهار كانوا مشاكل هيكليه ومع ذلك كانت انجازات ايجابيه. غادي نحاول نوريكم غير وحده الى كتبان لكم في هذا البيان هذا المنحنى كيبان لكم بان لا بار دو مارشي شنو هي لا بار دو مارشي نسبه ديال السوق نسبه السوق اللي كتديها القنوات المغربيه في المنافسه ديالها مع القنوات الاجنبيه اللي كتكون في الساتيليت الى اخره راه حتى هذه النسبه كاين واحد التجويد وكاين واحد الارتفاع. هادشي راه كيتوقع هاد المنحنى كيتوقف 2019 ولكن الى شفتوا 2020 غتلقاو مازال الارتفاع نظرا لهاد الجائحه اللي تم اللي تمت فيها واحد المصالحه ما بين العائلات المغربيه وهاد القطب العمومي. اذا كاين واحد الايجابيات الهيكليه اللي غاديه وكتراكم ولكن واخا هكاك كيخصنا كاينه ازمه اللي هي اول مظاهر ديال الازمه هي مظاهر ماليه